ميرسي جدا. اي هوب انكم تعجبكم محاضره النهارده. از يوجوال لما بنيجي نبتدي انا بحب ابتدي دايما ان انا اكنولدج الناس كلها اللي انا اتعلمت منها واللي غيرت البراكتس بتاعي واللي علمتني الحاجات دي كلها وانا استفدت بيهم في تحضير المحاضره دي. كونغ فانج لو من الصين، رضوان متولي من مصر، محمود عبد الكريم من مصر، جون كونغ او اللي هو جي كي او من كوريا، مارك رايدي، شانا كون من تايلاند، وموريسيو فوري من البرازيل. المرة اللي فاتت اتكلمنا على الكلينيكال بيكتشر والايفالويشن والراديو دايجنوزس والكلاسيفيكيشن بتاعت التيبيال بلاتو، وكان سيكونتلي المرة دي هنكمل عايزين نعرف بقى نعالج التيبيال بلاتو ازاي. فاحنا اسهل طريقة عشان نعرف هنعالج التيبيال بلاتو ازاي انا لقيتها ان انا اجيب لكم على كل تايب اكزامبل. اوكي، فخلينا نبتدي كده. هنتكلم أول حاجة، خلينا نشوف الحالة دي. What do you think of this fixation؟ إيه رأيكم؟ شكلها حلو. دي تيبيال بلاتو معمولة في شهر 5 2000 و... حاجة كده. شايفينها حلوه ولا مش حلوه؟ I think we have a problem كده. لما بصينا في اللاترال فيو كده بقى في مشكله. يعني الكيس دي احنا كنا متخيلين انها حاجه حلوه قوي، ما طلعتش حاجه حلوه قوي. طيب ده 48 years old male، اتعمل شهر 5 2014 واتحط في above knee slab for 6 weeks، مش عارف ليه اللي انتم شايفينها دي. وبعدين he presented لي انا بالمنظر ده. ده منظره لما جالي انا العياده. زي ما انتم شايفين كده، شايفين الاي بي هنا ابتدى يدخل في فيرس طبعا. البوستيريور ابتدى يسقط لورا. This is expected. ده البرزنتيشن بتاعته 3 months follow up، وهو كان he was followed up by someone. يعني حد كان بيتابعه على اساس ان هو يبقى كويس، بس ما بقاش كويس. طيب نعمل ايه عشان نافويد ذس ريزلت؟ تعالوا بقى نمشي مع بعض كده ستيب باي ستيب. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت لو عندنا سوفت تيشو وحش هنعمل سبانينج، يعني هنعمل ستيجد ابروتش او سبانينج الاول. تعالوا نشوف الليرنينج اوتكمز. هن انيوميريت سيرجيكال جولز، دي حاجه كلكم عارفينها، وهديكوا كيس اكزامبلز على كل تايب بتورينا الاوبشن اوف فيكسيشن، سواء اكسترنال فيكسيشن، بليتنج، جرافتنج، سكروز، لوك بليتس، دبل بليتس، كل حاجه. وهن compare بعد كده، هوديكوا شويه literature comparing the options وال defect filling options برضو هنتكلم عليها عشان فيها شويه كلام قليل جديد، يعني مش جديد قوي بس it's some recent literature. يعني نبتدي بال surgical goals. ايه surgical goals بتاعتكم لل articular reconstruction الاول؟ كلكم عارفين نعمل ايه؟ anatomic reduction of the articular fragments و absolute stability عشان achieve ايه؟ early range of motion growth. البرايمري جولز ان ميتافيزيال ريكونستراكشن، ده احنا اتكلمنا على الارتيكولار سيرفيس. طب ننزل تحتيها ميتافيسز. الميتافيسز هنعمل فيه ايه؟ اكزيال الاينمنت، ريلاتيف ستابيليتي تو الاو ايرلي رينج اوف موشن برضه. طيب في فيرذر جولز؟ هنريسبكت ذا سوفت تيشوز، ولازم اتشيك الجوينت ريكونستراكشن سواء باي ارثروتومي من واحد من الابروتشز اللي اتكلمنا عليهم المره اللي فاتت، سواء باي ارثروسكوبي للناس فيه كل بتشتغل سبورتس انجريز ومحترفين في استخدام الارثروسكوب مع التروما يبقى كويس قوي، او فلوروسكوبي اللي احنا كلنا بنستعملها، سواء اللي هيستعمل ارثروسكوب سواء اللي هيستعمل ارثروتومي محتاجين فلوروسكوبي. ولازم الميتافيزيال ديفكت يبقى جرافتد او فيلد بحاجه. دي اول حاجه. نيجي للاوبشنز اوف فيكسيشن. المره اللي فاتت اتكلمنا لو السوفت تيشو كونديشن وحشه هنبتدي بستيجد ابروتش، يعني هنبتدي بسبانينج اكس فيكس او اليزاروف للناس دي كلها بتعمل رينج فيكسيتورز ومحترفين. طيب اف ذا سوفت تيشو كونديشن از جود، خلينا نمسكهم تايب تايب من اول شاتزجر 1 ونتكلم على الاكسبشنز في النص. لو شاتزجر 1 سهل سبليت، هحط يا اما تو سكروز يا اما هحط باتر سبليت، خلاص مش عايزين نتكلم فيها كتير. شاتزجر 2 هديكوا اكزامبلز بكيسز. ده ميل 37 years old، شايفين الفراكشر في اللاترال فيو، يعني ممكن ما يبقاش الفراكشر باين قوي وممكن تفوت، بس في الاي بي الحقيقه باين قوي. ده موتور سايكل اكسيدنت،
حصل له split depression اللي هي شاتزجر 2 وادي سي تي بتاعه. هنعمل ايه؟ Anterolateral approach submeniscal inframeniscal arthrotomy. هنالفيت الحته الديبرست اللي هي دي، نحط تحتيها بون جرافت ونمسك بلاك سكروز او باتريس. الحاله دي انا عاملها زي ما انتم شايفين كده في 6/2011. اوكي، ادي الارتيكولو سيرفيس وهي ديبرست، ادي الارتيكولو سيرفيس بعد ما رفعناها. افتكروا دايما ان الميديال واطي كده واللاترال بيبقى عالي، يو كان نوت اوفر اليفيت، فارفع اللاترال زي ما انت عايز، ارفع كتير. رفعته وحطيت ايليا كريست جرافت، ده الانفرامينيسكال ارثروتومي. شايفين انا ماسك المينيسكس بستي سوتشر، دي انا فاتح، انا ام اوبننج ذا بوك، والارتيكولر سيرفيس فوق هنا وي اليفيتد، وبعدين بنقفل في الاخر ونحط البليت بتاعتنا. وده المنظر الفاينل. دي بليت كونفنشنال، تي بليت عاديه موجوده عندكم في كل حته في المستشفيات، تحت السلم كل حاجه. شايفين انا عامل هنا اوفر اليفيشن، وماله، مفيش اي مشكله من الاوفر اليفيشن دي، نعمل رينج اوف موشن ايرلي بعد العمليه، كل ده هيبقى يتظبط. ادي البوست اوبريتيف بتاعه، احنا عاملين اوفر اليفيشن، كان في سمول فراجمنتس كده نرفعهم، وتشوف في اللاترال فيو لازم يبقى المنظر بتاع اللاترال بلاتو طالع كده. اوكي، دي بليت تي اهي ال، سوري دي ال كونفنشنال خالص. دي اشعه العيان في شهر 8 افتكر، بعد ايوه ده بعد العمليه بثلاث شهور تقريبا، شهرين ويومين. دي الفولو اب اكس راي بتاعت العيان، وادي السي تي في شهر 10/2011، ده بعد العمليه باربع شهور. ادي يو كان سي ذا هيلينج اوف ذا ارتكيولار سيرفيس ويل اند فاين. عملنا مشينا على الرولز، عملنا ايه للارتكيولار سيرفيس؟ عملنا لها اناتوميك ريدكشن، ابسولوت ستابيليتي، عملنا جرافتنج للديفكت، وي تشيك ذا ريدكشن، وبنعمل سي تي بعد كده. دايما السي تي هو اللي هيفقسك زي ما اتفقنا. اوكي، ناخد اكزامبل تاني. ادي واحده اصعب شويه، الحته دي فراجمنتد، يعني شايفينها مقسومه لتو فراجمنتس، والديبرشن اكتر شويه والسبلت اكبر شويه، بس مش واضح قوي السبلت هنا. يعني السبلت ممكن تقول عليه هو ده، ممكن تقول عليه هو ده، بس يعني ايه السبلت اكبر شويه من اللي فات. وهنا في اللاترال باينه قوي الديبرشن، وباينه قوي في السي تي في الساجيتال كاتس. ادي انا عامل خط على الديبرشن. طيب هنخش نعمل ارتكيولر اليفيشن، ونمسك الفراجمنتس دي جنب بعضها بوايرز. شايفين انا برفعها بجرافت امباكتور او بريوستال اليفيتور بلانت، وات ايفر، يعني استعمل اي حاجه. شايفين هنا انا رفعت، بس انا شايف لسه الفراجمنت ده لسه ديبرست، فانا محتاج ارفعه، فرفعته اكتر كده. انا رفعت خالص، وزي ما انتم شايفين في اللي فاتت دي، شايفين بعد ما رفعت بقى في ديفكت قد ايه. الديفكت ده وي هاف تو فيل ات، لو اف وي دو نوت فيل ذس ديفكت، الارتيكلو سيرفيس هتقع تاني، هتسبسايد تاني. اوكي، بعد كده حطيت رافتنج سكروز. الرافتنج سكروز دي المفروض تبقى اطول من كده، المفروض تبقى واصله لهنا. اول ما ابتدينا نعمل الرافتنج سكروز، يعني العين ده معمول سنه، اقول لكم حالا معمول سنه كام، العين ده معمول 2015، ما كناش بنعرف نجيب الكورتيكال سكروز الطوال دول عشان يشتغلوا رافت، فالمفروض الرافت دول يوصلوا ل 80 او 90، فاحنا دايما بنطلب في البلاتو يبعت لنا مسامير 3.5 طويله قوي. بره بيستعملوا 2.7 او 3.5، احنا بنستعمل 3.5، ال 2.7 صعب قوي نجيب 80 و90. هتحط رافتنج سكروز عشان تمنتين الارتيكولار سيرفيس اند يو جرافت ديفكت، وبعد ما تجرافت ديفكت ممكن تحط الباتريس بليت عشان الحته اللي هي كانت سبليت. الرافتنج سكروز ممكن لقوا ان 3.5 ملم كورتيكال سكروز و4 سكروز بارلل تو ذا سيرفيس احسن من 2.6.5 تحت الارتيكولار سيرفيس، بيعملوا سبورت احسن. ممكن نحطهم ثرو سيبريت بليت، او نحطهم لوحدهم، او نحطهم ثرو ذا بليت زي هنا، بس مشكلة لما بنحطهم through the plate بنضطر نعلي البليت قوي كده، ودي ما بتبقاش حلوة، فما تعملوش الفكرة دي، هتعملوها through a separate plate كده. دي 2.7 plate طبعا، ودول مسامير 2.7، هنا هو مستعمل مسامير قصيرة زي اللي انا كنت حاططها. الفاينل كونستراكت زي ما انتم شايفين كده اهو، ودي البوست اوبريتيف اكس راي. هنا لازم تبقى اللاترال راجعة كده، والارتيكولر فراجمنت اللي كان ديبرس تحت هنا لازم يبقى مرفوع، والرافتنج سكروز تبقى عاملة له سبورت. ده البوست اوبريتيف سي تي عشان نتأكد من الريدكشن. ده ال at time of the CT الرينج اوف موشن كان وصل 100 درجة،
وده بعد الـ بعد الفيكسيشن بحوالي 2 ويكس. اوكي، كان يعني السي تي ده معمول 5 جان، واحنا عاملين الفيكسيشن في اول جان، وبعدين ده 3 مانث فولو اب في 31st اوف مارش. شايفين هنا لسه الاكس راي حلوه، هوريكم صوره ده العيان لما كان لسه بالستيبلز بعد اسبوعين. هو كان معاه انكل كمان، فكنا عاملين التيبيال بلاتو الانكل ده، الرينج اوف موشن بتاعه بعد اسبوعين، واحنا يوم ما كان جاي يشيل الغرز. اوكي، التيك هوم مسج بتاعتي للحاله دي ان الرافتنج سكروز بروفايد جود سبورت، يو هاف تو بوت انف بون جرافت، يو هاف تو هاف ا سترونج فاينل كونستراكت، ويو هاف تو اتشيف ان ايرلي رينج اوف موشن. زي ما احنا بنعمل كده، نبتدي من الاول على طول. العينين دول انا بخليهم يعملوا تو تاتش من الاول خالص. طيب ناخد كيس اخيره، ده 42 years old، نفس الحكايه. شايفين هو كانه شاتزجر 3، يعني هتقول ده بيور، ممكن تقول ده بيور ديبرشن، بس الفكره اللي خلتنا نصنفه شاتزجر 2 ان في السبليت دي، مش باين السبليت دي خارجه منين، لكن هي في سبليت يعني. although very small، وانا مسكته بس برافتنج سكوز، يعني تعامل كانه يعني هنا احنا حاطين رافتنج سكروز. الحاله دي معموله في ديسمبر 2012، حطيت له رافتنج سكروز وتحتيها مسامير زي ما انتم شايفين 6.5 ملم كانيوليتد سكروز. دي الصور بتاعته جوه، ودي الصور بتاعته بوست. هنا انا استعملت الرافت عشان اسند الدبريشن اللي كانت هنا اهو بعد ما اتعمل لها اليفيشن، والمسمارين دول عشان السبليت. يعني الحقيقه ما كانش باين قوي السبليت ده، بس ماشي. يعني دي اشعه العيان بعد 3 شهور فولو اب. شاتزجر 3 لو انت عندك بيور ديبريشن، دي من احسن الحاجات اللي تعمل لها فلوروسكوبي وارثروسكوبي مع بعض. دلوقتي انت عايز هنا عندك ديبريشن بس ما فيش سبليت، فما فيش اي معنى ان انا افتح انسيجن. انا الحل ان انا افتح انسيجن صغيره هنا، ويندو كده في الحته دي، ادخل منه بون تامب او جرافت امباكتور، وازق بالبون تامب دي ارفع، وعشان ايفالويت هو مرفوع ولا لا هخش بالارثروسكوب هنا، ابص على الارتيكولار سيرفيس، ببقى شايف الحفره دي في الاول، وبالارثروسكوبي بتشوفها اترفعت، واحط تحتيها رافتنج سكوز او جرافت من الميتافيزيال ويندو ده لو انت عايز، او هحقن كرونوس او جينكس اللي موجود في مصر او وات ايفر، وهنحط سكروز بينيث اند ذاتس ات. اوكي، وذيس از مور ذان انف. الحقيقه الحالات دول ار فيري 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 رير، يعني انا ممكن اكون عندي حالتين ثلاثه ما عرفتش الاقيهم لكم، بس هم حالات قليله قوي، يوجوالي معاهم سبليت. يعني ممكن يكونوا قليلين عشان هم مش diagnosed، يعني هم they were missed في الدايجنوزس اصلا من ناس كتير. طيب تايب 4، تايب 4 ده لازم تاخد بالك منه جدا جدا جدا. ليه؟ لان هم دول مشكلتهم ان هم ممكن يبقوا ني ديسلوكيشن وري الاين، زي الحاله اللي انتم شايفينها هنا، يعني ممكن probably they dislocate and relocate tent. فدول معاهم a higher incidence of peroneal nerve injury reported في literature من 5 to 50%، ومعاهم high injury high rate of popliteal artery injury من 13 to 50% في literature. ليه؟ لان احنا لما بندسبليس الفراجمنت ده لقدام، البوبليتيال ارتري مشكلته انه ممسوك فوق في الارش هنا، وممسوك في السوليال ارش تحت، فالحته اللي هنا دي ما هياش موبايل قوي، هي تذرت فوق وتذرت تحت، فاول ما ما بتخلع عني بيحصل له سبازم عند الحته دي، فدايما بيجوا معاهم فاسكولار انجي ونيورولوجيكال انجي. طيب هديكوا كيس سهله، سيبكم من الديسلوكيشنز دول، خليهم في الكونتكست بتاع الني ديسلوكيشن بس. ادي كيس شاتزجر 4 ميل 32 years old. ده لما عملته ما كنتش اعرف الكلاسيفيكيشن، الكولم كلاسيفيكيشن، فزي ما انتم شايفين الكسر ده فين؟ بوستيريور. احنا شايفين هنا ده شاتزجر 4 ميديال، لكن لما تبص في السي تي هو شايفين معدي فين؟ معدي ميديال، يعني هو الفراجمنت ده. لو تفتكروا في المحاضره اللي فاتت اتكلمنا على كونغ فينغ لو والكولم كلاسيفيكيشن، وان هنا الميديال ده بيجي نتيجه فيروس هايبر اكستنشن انجري، وده فالجس هايبر اكستنشن انجري، وده فليكشن انجري، فهو ده ميديال بوستيريور. للاسف اياميها ما كنتش اعرف الكلاسيفيكيشن دي، فانا هنا رفعت الارتيكولار سيرفيس، وزي ما انتم شايفين عملت لها ريدكشن قد ما قدرت، ومسكتها بال بليت عاديه من ميديال ابروتش عادي، وهنا شفت ان الريدكشن حلو قوي.
لكن عشان في الفولو اب نعمل، وده في شهر 5/2011، ده البوست اوبريتيف بتاع العيان. شايفين فراجمنت الوراني مش مريح برضو، مع ان انا ماسكه بلاك سكرو من قدام لورا، شكله ريديوست في السي تي ده بعد 3 شهور، شكله هنا ريديوست. لكن تعالوا نبص على الكات اللي خلت الناس تعمل اللوبن هوفر بوسترو ميديال ابروتش. شايفين في ستيب اهي وفي شويه سيبريشن، حتى مع ان انا حاطط السكرو ده وفاكر ان انا عامل كومبريشن وبتاع ومش عارف ايه وكلام من اهي. شايفين الستيب دي كمان فين؟ ان هو مش بس، لان انا المفروض ان انا عشان ابطرس الفراجمنت ده احط صباعي فين؟ احط صباعي هنا، يبقى انا محتاج ازقه من هنا، يبقى انا محتاج بليت تيجي هنا. اوكي، this was 9 years ago. انا بقول if I would do it today I would use a postromedial approach زي الحالة دي. انا هنا مستعمل لوبنهوفر ابروتش بس موديفايد، اللي هو اللي فيه كيرف ده زي ما انتم شايفين، وحاطط بليت. البليت دي الحقيقه محطوطه تو لاترال، يعني لان الكسر كان هنا، فالبليت دي محطوطه لاترال قوي. يعني في العادي البوستروميديال ابروتش بيديك اكسس الحقيقه للحته دي، بس لازم تبقوا واخدين بالكم ما تحطوش البليت لاترال قوي كده غير اما تبقوا بتعملوه بقالكم كتير، لان مطرح الجمجمه دي في ايه؟ ترايفوركيشن، فالترايفوركيشن از تو كلوز لو انا لاترال كده، فلازم ناخد بالنا من السبسيت ده. يبقى هنا كولوم كلاسيفيكيشن ورتنا الفرق لما انا كنت بعمل الفراكشر ده من 9 سنين، وبعد ما اتنشرت الكلاسيفيكيشن دي في 2010 وابتدينا نعرفها في 2012 اتعلمنا نعمل المنظر ده، والمنظر ده از ديفينتلي ماتش بيتر. طيب نيجي للكومبلكس اللي هم شاتزجر 5 and 6، دول بايكوندايلر محتاجين ستابلايزيشن ميديال ولاترال، فبنستعمل يا دبل بليتنج يا لوكت بليت من ناحيه واحده، يا اما اكسترنال فيكسيتورز. يوجوالي بيحتاجوا 2 incisions زي ما قلنا المره اللي فاتت، وقلنا انسوا الميد لاين بوستيرور والميد لاين انتيرور، ما حدش بيحبهم. يوجوالي الانسيجنز دول بيبقوا انترولاترال وبوسترو ميديال، ويوجوالي يوجوالي كل حاجه بقول يوجوالي معناها ان في اكسبشنز رير جدا، بس في اكسبشنز. يوجوالي هما بيبقوا كومنيوتد لاترال، والميديال بيبقى لارج بيج تشانك، يعني حته كده حلوه على بعضها. ينفع نستعملهم لاترال لوكت بليت؟ بس المشكله ان اللاترال لوكت بليت هتشوفوا الفيلير زي من اللاترال لوكت بليت دول متاخدين من محاضره ديف باري، واحد من الناس المحترفين في سياتل واشنطن. وعرفنا ليه بقى؟ لان اللوكت بليتس بتمسك الحته دي بس، ما بتمسكش البوستو ميديال فراجمنت ده خالص، فالبوستو ميديال فراجمنت ده لازم يقع. يبقى الحل ان انا اعمل ايه؟ اسابورت الميديال فراجمنت الكبير قوي ده ببوستو ميديال بليت رفيعه كده اهي، ثيرد تيوبولر بليت فيها مسمارين، ادي 1 2 3، وفيها مسمار هنا، والمسمار ده اكشلي مش مهم، يعني انت لو كسر خارج من هنا انت يو نيد ات فور باترسنج، ممكن تحط سمول دي سي بي ثيرد تيوبولر بليت. لكن هي وانس حطيت دي بقى عندك ميديال كونستراكت حلو، وبقى تقدر ترجع الكومنيوتد لاترال عليه، فبقى عندك 1 كولم سليم والكولم الثاني بترجعه عليه، يعني كاني حولت السي تايب تو بي تايب، وبعدين ثبت لاترال. ثبت بقى لاترال بقى حاجه كونفنشنال لوكت وات ايفر على ذوقك زي ما انت عايز، مش هتفرق ادام انت مسكت دي، لكن مش هنختلف ان دي اساسيه في كل الحالات. نرجع للعيان اللي ابتدينا بيه، 48 years old، عمل open reduction internal fixation 29/5/2014، وكانت ده البوست اوبريتيف بتاعه، وحطوه في سبلنت فور 6 ويكس، ليه معرفش. بعد ما فك السبلنت قالوا له كويس الدنيا بتلحم، ويل فولو يو اب. بعديها بشهر ونص ابتدي يدوس، الراجل ابتدى يدوس قال مش عارف ادوس، رجلي فيها مشكله، وبعدين يا دكتور رجلي اتعوجت. هو جالي في شهر 8 بريزنتنج كده 12/8/2014، قلت له روح اعمل اشعه مقطعيه وتعال. على ما رجالي من الاشعه المقطعيه كان اواخر شهر 8، رجع بالمقطعيه شكلها هكذا. شايفين الميديا اللي هنا حصل له ايه؟ طبعا ديبرست، الحته هنا كوميوتد جدا، ما كانش ينفع المسمار الغريب ده. هنا زي ما انتم شايفين كده هي ساقطه، فابتدى العين يخش في بروجريسيف فيرس. طيب نعمل ايه؟ 3 شهور، مشكلة الثلاث شهور في كذا حاجة، أولا بيبقى فيه فراكشرز ابتدت تهيل، ثانيا بيبقى فيه
fractures مش عارفين نلاقيها يعني we cannot locate the fracture. انا بلوكيت fractures بمشط صغير. احسن حاجه انك تخش بمشط صغير في الفراكشر سايت هتلاقيه، لان هو ده بيقطع الكالس السوفت كالس، فبتعرف تلاقي اللاين ده تاني. المشكله الثالثه البونز بتبقى بوراتيك لان العين ما بيدوسش بقاله كتير. الحقيقه العين ده ما كانش كده لانه كان بيدوس، فهتلاقوا البونز هنا مش بوراتيك قوي، فدي حاجه خدمتنا. لكن ديفنتلي انا مش هقول للعين ده هو عنده 48 سنه انت فور توتال مي، ما فيش حاجه اسمها كده. احنا هنعمل له ريفيجن وبعدين. وعايز اقول لكم العين ده من 2014 لحد دلوقتي اي فولو هيم اب ولسه هي ديد نوت نيد توتال مي، فاحنا ماشيين كويس يعني. طيب نعمل بقيه الكاتس بتاعت السي تي. بصوا على الساجيتال كاتس كده، شايفين الفراجمنت ده حلو طاير كده، والفراجمنت ده حلو طاير، وده ده الميديال فراجمنت البوستيريور اهو هنا في الحته دي اهو، منظر غريب شويه. ده اللاترال فراجمنت اللي هو اللي ماسك في الفيبولا، ده البوسترو ميديال فراجمنت او بوستيريور فراجمنت، وده الانترو ميديال فراجمنت. نادرا ما تلاقوا الميديال مكسور انترو ميديال وبوسترو ميديال. This is a difficult fracture type and a rare fracture type، يعني ده مش هتشوفوه كتير قوي. وشوفوا الكومينيوشن في ال 3 دي سي تي حاجه سخيفه شويه، او حتى في كومينيوشن هنا، يعني اتس difficult كيس. انا ما يعني ممكن يكون اللي عمله ما كانش اكسبكتنج هاو difficult ات از فدبس فيه. بنعمل بلان، انا بس في البلان مخبي اسم العيان. البلان بنكتب فيه كل حاجه، بنكتب ان احنا هنعمل تورنيكي، ان احنا هنعمل حساب الاكسترنال روتيشن، هنعمل بوستو ميديال ابروتش، هنفتح الفراكشر، هنحط جرافت، فلازم ناخد كونسنت جرافت من العيان ونقول له هناخد الجرافت منين. وهنبتدي الاول هنبتدي بالكلوزنج ذا بوستيريور فراجمنت وذ سمول دي سي بي. وانا راسم هنا شايفين في 2014 انا عامل البلان بتاعي على سمول دي سي بي 5 هولز 1 2 3 4 5. نيتي ان انا احط 2 هولز تحت وهول واحد فوق، والهول اللي فوق ده همسك بيه فراجمنت واحد اللي هو البوسترو ميديال، ومش هطلعه قدام عشان لما اجي اعمل الفيكسيشن بتاعت الانتيريور فراجمنت ما يبقاش ممسوك في وضع غلط، ما يبقاش unreduced، فيصعب عليا الريدكشن بتاعت الحته بتاعت الميديال تو ذا لاترال. وده منظر الفايف هولز بليت من قدام. وكان الخطه ان احنا نعمل ستاندرد ال بليت لاترالي. اوكي فكرنا ازاي هنفيجواليز ذا ارتكيولار سيرفيس مع ان احنا عندنا ميديال، فحطينا في بالنا البوسيبيليتي اوف ان احنا نحتاج ان انترو لاترال ابروتش عشان نبص على الارتكيولار سيرفيس ريدكشن من الناحيه اللاترال كمان. شايفين ده البلان اللي انا كنت حاطه. انا بقارنه دايما بالاند ريزلت اللي عندي عشان ابقى عارف ان ده طلعت زي ده. هتلاقوا هنا ان انا مغير حاجات. انا هنا عملت حسابي في سمول دي سي بي وكنت محضر ديستال راديوس بليت، واستعملت ديستال راديوس بليت الحقيقه بتبقى احلى قوي في البوستيريور. ال هي ال اللي استعملناها، استعملنا واحده اطول من دي شويه لان اكتشفنا جوه ان الفراكشر واصل لحد هنا كده، فتو سكروز تحت كان هيبقى قليل، اضطرينا نطول الفيكسيشن شويه. ده انترا اوبرتيف. ايه اللي انا مركبه ده؟ الجهاز الفاخر اللي قلنا عليه دايما. ادي الشانز بين اهو، في شانز بين ديستال، والثريدز اللي انتم شايفينها دي بتاعت الاي او فيمرال ديستراكتور. انا هشتغل كله ميديال، فهتلاقوني حاطط الاي او فيمرال ديستراكتور لاترال عشان ما يضايقنيش وانا شغال. هنا دي جرافت امباكتور برفع بيها الارتكيولار سيرفيس. بعد ما نرفع الارتكيولار سيرفيس بنمسكه بوايرز، وايرز كتير. بعد كده دي البليت البوستيريور. اوكي استعملت ديستال راديوس بليت تبقى حلوه، ولقوا في وايرز داخله منها عشان تثبتها. بعد كده خدنا منها المسامير التحتانيه هي المهمه، وهي البليت دي بتستخدم از باترس، يعني هي سانده الفراجمنت البوستيريور. البليت هنا فيها مشكله ان هي عاليه شويه، يعني هي المفروض كانت تخلص هنا، هي اعلى ب 2 3 مللي، بس this is not a problem. وادي المسمار القصير، انا سبت الفراجمنت ده ما مسكتوش عشان ما يضايقنيش وانا بريديوس المين. وبعدين حطيت التي بليت اللي كانت في الخطه وممسوك منها، كان سله سكروز واحد بارشلي ثريدد وبعدين واحد بوزيشنال، وبعدين ثبتنا البليت بعد كده. وادي الفاينل كونستراكت بوست اوبرتيف. ده الاي بي فيو،
وده اللاترال فيو. لو هتلاحظوا هنا انا طولت البليت قوي، يعني انا كنت عامل حسابي انها تخلص سموير هنا، انا طولت 2 هولز كمان، وهتلاقوني حاطط مسمار ومسمار وبعدين مسمار. طول ايه ده؟ يعني 3 مسامير بس ديستال. انت مش عايز ستريس كونسنتريشن، يعني يكفيك ده وده وده، ما هو الاثنين دول لوكت اصلا، يعني الاثنين دول يكفوا ان هم يمسكوا. لازم تعمل سي تي بوست اوبراتيف عشان تتاكد ان انت يو ار اكوريت. ده اللاترال بيبقى مرفوع كده والميديال بيبقى فلات كده، في ستيب صغيره هنا بس يعني حلو قوي، يعني كنت مبسوط الحقيقه بالريزلت ده. 13 ويكس فولو اب الاكس راي بتاعته، وده 4/12 زي ما انتم شايفين. ده احنا عملناه في شهر 8، يعني ده حوالي اواخر 8 27 8 ده 4/12، يعني حوالي 3 اشهر و10 ايام، عشان كده قايل 13 ويكس. اوكي، نيجي لحاله ثانيه، سمبل كيس، 31 سنه. ايه رايكم؟ حاجه ثانيه من الحاجات الاكسبشنال برضو، شكله حلو يعني، ما شكلوش عنده حاجه، شكله هنا في ديبريشن سام هاو كده، في دبل لاين، يعني شكله ديبريست، ممكن يبقى في تي بي ال سباين كده، في حاجه هنا مش قلق كده. طب نبص في اللاترال، في كسر هنا ديفينتلي، في كسر هنا ديفينتلي. طيب نعمل سي تي، ادي السي تي بتاعه، تي بي ال سباين افالجن، بوسترو لاترال فراجمنت صغير قوي، بوسترو ميديال فراجمنت كبير حلو اهو. البوسترو لاترال فراجمنت الحقيقه صغير قوي، يعني هو باين في الكات دي بس، ما لقيتوش في اي كات ثانيه، حتى هنا سليم. طيب نعمل ايه؟ كالعاده نفتح بوسترو ميديال، نثبت الفراجمنت ده، وبعدين والتيبيال سباين. كارل هانز فروش في المانيا بيثبت التيبيال سباين. اوكي، سوري هنا اسم العين باين. يعني حطينا البلان قبليها، البلان اللي انا حطيته ان انا انيم العيان سوباين، اعمل ابروتش بوسترو ميديال ان فيجر اوف 4، اعمل منه سمول كابسولوتومي بيهايند سوبرفيشال ام سي ال عشان اشوف الريدكشن، واعمل اكستنسايل انترولاتر اللي هو بتاع جي كي او والاي سي ال. We decided not to be done later by sports injury colleagues لانه undisplaced او it can be fixed acutely. الحقيقه سالتهم قالوا لي بعمل التيبيال بلاتو وبعدين ببعت لنا العين بعد كده، مش قصه لا. اوكي، افتكروا الاكستنسايل ابروتش، اكستنسايل انترولاترال بتاع جي كي او، هنا اللاترال كولاترال، واحنا بنخش في البارا فيبولار كولاترال ليجامنت او بارا لاترال كولاترال ليجامنت، والميديال سوباين بيبقى افتكروا بيبقى شكله كده. الميديال سوباين ده انا كنت ناوي احط منه بليت هنا او سنه بوسترو ميديال، ينفع تعمله كده. طب احنا ليه ما نعملش الكلاسيك اللي هو نعمله برون بوسترو ميديال وبعدين نقلبه نعمل انترولاترال، which is a good idea يعني، وانا شايفها هي الكلاسيك. احنا كنا نايمه برون نعمل دي وبعدين نقلبه، بس هنقلبه نرفع دي، هي دي ورا قوي، فكنا هنضطر نعمله برون وبعدين نعمله سوباين. دي فكره بس it wastes some time، فانا عملته سوباين. لو هعمله دلوقتي تاني العيان ده I would do it prone وبعدين سوباين. زي ما شفنا كده هو الجي كي او بيوصل لحد هنا بس ما بيعرفش يحط بليت غير الهاجينج بليت دي. ده الفيبولار كولاترال ليجامنت، وفي سبيس بين الفيبولار كولاترال ليجامنت و التيبيا. ده الاف سي ال اللي هو فيبولار كولاترال او لاترال كولاترال ليجامنت، وده السبيس اللي بيخلي اللي بنقدر ندخل فيه. ولازم نبقى تانيين الرجل قوي كده عشان لو عملنا ستريتش للفيبولار كولاترال هنقطعه. اوكي، خدوا بالكم من الحكايه دي. زي ما انتم شايفين كده من بوستو ميديال ابروتش قدرت اريديوس الفراجمنت وامسكه ببليت وايرز. كان لسه ما اتضغطش قوي، المفروض ان احنا المسمارين دول كفايه بس انا زودت له مسمارين تانيين. البليت زي ما انتم شايفينها كده اتبترس ده فراجمنت وبعدين قلبناه عملنا انترولاترال ابروتش الناحيه الثانيه اكستندد شويه عشان ارفع منه الحته بتاعت اللاترال اللي كانت ديبرست شويه اللي هي اللي كانت باينه ورا دي، مسكناها برافتنج سكروز. هنا بقى جبنا الرافتنج سكروز الطوال اهم،
الاسيستنتس اللي معايا قالوا لي الحقيقه احنا حاسين ان في سبليت، انا ما كنتش حاسس ان في سبليت، بس هم كانوا شايفين انترا اوبراتيف ان ممكن يكون في فيشر سبليت نازل لحد هنا، فحطينا فيري سمول ديستال راديوس بليت كده، ومسكنا منها مسمارين طوال ومسمار واحد تحت عشان نبقى ماسكين السبليت نبقى ضامنين. اوكي ده البوست اوبراتيف بتاع العيان، ده في شهر 6 2018. بعد كده ده البوست سي تي بتاع العيان، هتشوفوا بقى ده الميديال وده اللاترال، لاترال ميديال. هنا اللاترال الحته elevated اللي كنا عايزين نعمل لها elevation. الحقيقه انا لو عملت العيان ده تاني دلوقتي ممكن اعمله كله من بوسترو ميديال، اثبت البوسترو ميديال والبوسترو لاترال من بوسترو ميديال ابروتش. يعني دلوقتي بوسترو ميديال ابروتش بنقدر نشوف منه حته اكبر شويه من الفوت برنت بتاع الارتيكولار سيرفيس، لكن الدرافتنج سكروز اهم شايفينهم الثلاثه دول وتحتيهم البليت الثانيه وهنا الميديال. ده 2 مانس فولو اب 3 مانس فولو اب. ايه اللي بيحصل في الاكس راي هنا؟ كومبلكس ريجنال بين سندروم او سودكس اتروفي، شايفين شكلها موث ايتن ازاي. ده في شهر 9 5 مانس فولو اب ابتدى يجيب فلكشن معقوله، مش زي نورمال سايد بس يعني عدى ال 90 ديجريز وبيجيب فول اكستنشن. 7 مانس فولو اب يناير 2019، العيان خلاص الفراكشر بقى هيل بتاعه وهيز هابي وذ ريزلت. فالتيك هوم مسج بتاعت العيان ده البوسترو ميديال ابروتش كويس فور ذا فيكسيشن اوف ذا بوستيريور كولم، البوسترو لاترال فراكشرز كان بي فيكسد باي فرايتي اوف ابروتشز منهم اكستندد موديفايد انترو لاترال ذات كان بي يوزفول اوبشن. البلان في الاول كان ان احنا نفتح اكستندد موديفايد انترو لاترال واحط هاجينج بليت، لكن الحقيقه الهاجينج بليت كانت هتبقى ريكون بليت، لقينا ان الفراجمنت صغير قوي على ريكون بليت عشان كده اي سبورتد ات وذ تو رافتنج سكروز بس. طيب لو عندنا تيبيال بلاتو مع شافت فراكشر، تعالوا نشوف العيان ده جالنا في 6/2019، عنده شافت فراكشر هنا وعنده فيبولار فراكشر سيجمنتال دبل ليفل وعنده هنا حاجه كده غريبه كده تيبيال بلاتو خايب كده، وديس واز ان اوبن فراكشر زي ما انتم شايفين كده، وكان عنده التو ده اولموست امبيوتيتد، والوينز بتاعته كانت فيري ديرتي زي ما انتم شايفينها، مش ما هياش كلين وينز. احنا عملنا ديبرايدمنت، مسكنا باتنين كي وايرز الصباع ده وقلنا له الصباع ده ويل بي امبيوتيتد، احنا هنمسكه فور ذا ستابيليتي اوف ذا سوفت تيشو، عدى ما عداش خلاص مش مهم. هنعمل له امبيوتيشن. عملنا سي تي طبعا شايفين اللاترال، هنا اللاترال بلاتو مكسور في الاكزيال كاتس، وهنا شايفينه برضو مكسور اهي الفراجمنت اهي، وشايفين هنا افالست هيد فيبولا اللي قلنا عليها المره اللي فاتت، وهنا الساجيتال كاتس مبينه الفراكشر. طيب لما نيجي نثبت العيان ده احنا عندنا كمان معاها تيبيا، طيب نعمل ايه الاول؟ نعمل التيبيا الاول ولا نعمل البلاتو الاول ونعملهم ازاي؟ في كذا اوبشن يعني فرايتي اوف اوبشنز. اغلب الناس ودو لو التيبيا البلاتو ده سبليت واضح سبليت صريح مش حته لاترال كده افالست كده وخلاص، لو سبليت صريح كده كبير زي شاتزجر 2 او 4 او كده بنعمل التيبيا البلاتو الاول ورا وبندخل النيل من قدام، الانتري بوينت بتاعت النيل هتبقى هنا سموير هنا. اوكي لو احنا وير جلاد انف ان احنا نعمل النيل الاول، يعني شايفين ان الفراجمنت ده مش هيتاثر خالص بداخله النيل، ممكن نعمل كده نحط النيل الاول. ادي انتوا شايفين الفراجمنت اهو، فراجمنت كده صغير لاترال وكومنيوتد بس معاه برضه هنا فيشر كده مش مريح في التيبيال سباين، وهنا السبليت الصغير ده. الحقيقه انا عملت حاجه ما انصحكوش تعملوها، انصحكم تثبتوا التيبيال بلاتو الاول وبعدين تعملوا النيل. انا عملت ديبرايدمنت للوند، ثبت النيل اكسبرت نيل تيبيا في ثلاثه سكروز دول، وبعدين مسكت وايرز ريديوس التيبيا البلاتو وخدت السكروز ماسك الارتيكلو سيرفيس شايفينهم من رافتنج سكروز ثلاثه، وبعدين تي بليت كونفنشنال مسكت التيبيال بلاتو، ولازم التيبيال بلاتو يبقى من فوق ريديوست كده زي ما انتم شايفين اللاترال لازم يبقى مرفوع كده وريديوست وممسوك. جينا نبص لقينا في مشكله، شايفين النيل داخل بعيد ازاي؟ النيل ما بيبقاش له دعوه عاده بالحته دي خالص. لا
جينا نبص لقينا الفيبولا بعيدة كده، وكانت افالست من فوق. خدنا غرز في الحتة الافالست من فوق افي بوند، ومسكنا الفيبولا في التيبيا بكي واير عشان نحمي الغرز اللي احنا واخدينها في الافالست فراجمنت، لان انا كنت خايف الغرز دي تتقطع، فقلت هنحط واير عشان نقلل التنشن عليهم. ده البوست اوبراتيف، شايفين الاكسبرت نيل ريدكشن كويسه، الفيبولا معقوله ما عدا في الاي بي فيو كده شكلها هنا بعيد قوي، والبلاتو اتعمل له اورف واستنينا. ده 6 ويكس بوست اوبراتيف، احنا هنا كان عندنا اوبن ووند ديرتي وعاملين له ديبرايدمنت في نفس السيتنج ماشي كويس. ده بعديها، ده شهر 10، يعني بعديها بكمان شهرين يعني حوالي 4 شهور بوست، ودي التيبيا عين ماشي كويس. ده في الوقت ده شلنا البروكسيمال تيبيو فيبولر جوينت واير، وفضل البروكسيمال تيبيو فيبولر جوينت ماسكه. دخلناه بعديها في شهر 10 يعني حوالي 4 شهور بعد الاندكس سيرجري، عملنا له داينامايزيشن، شلنا التو سكروز اللي تحت دول عشان اخلي الهيلينج ده اسرع شويه. ده 6 مانثس بوست اوبراتيف، ده شهر 12 2019، زي ما انتم شايفين كده العين فول ويت بيرنج نو بين. وهو بالمناسبه التمرجي بتاع احد رؤساء الاقسام اللي عندنا، وواحد من الزملاء الافاضل يعني، ده التمرجي بتاعه، ورجع الشغل تاني بعد 6 مانثس من التيبيا والتيبيا البلاتو. فده احد الحاجات لازم تاخدوا بالكم لما يبقى عندكم نون كونتيجوس تيبيا البلاتو وتيبيا. لو انا هعمل حاجه مختلفه النهارده في العين ده، اي وود دو ذا تيبيا البلاتو فيرست وبعدين ادخل النيل. ده احسن بكتير ما تعمل النيل وبعدين تعمل التيبيا البلاتو. اوكي طيب، نيجي لحاجه بعد كده لازم ننبه عليها مش موجوده في شاتزجر. اتفقنا المره اللي فاتت قلناها في كونغ فانجلو، ان هو قال ان في الهايبر اكستنشن اللي هي بتكسر الانتيريور بارت، لان هو قال غير الفيروس والفالجس في هايبر اكستنشن بيكسر الانتيريور بارت، وده فعليا حاصل. الهايبر اكستنشن انجري، او في ناس سميتها هايبر اكستنشن فيروس بايكوندايلر تيبيال بلاتو فراكشرز اتش اي في بي تي بي، وفي ناس قالت عليها نفس الحكايه بس اتش اي بي تي بي من غير الفيروس. This is a very special subset. البيبرز قالت ان it has a worse outcome than the rest of the tibial plateau. It has to be recognized on x-rays. The slope should be corrected وال anterior defect should be grafted. انا اكتر اتنين بيبرز لقيتهم interesting هم دي بتاعت فيرو زبادي وديف باري سنه 2016 في جي او تي، وجونزاليس ومعاه ايجول في جي او تي 2017. والصور اللي جايه دي منهم، الصورة دي من البيبر الأولانية بتاعت فيرو زبادي. شايفين هنا الهايبر اكستنشن انجري، شايفين السلوب مقلوبة ازاي، السلوب بتاعت التيبيا مقلوبة، بدل ما هو سلوبينج بوستيريور 10 ديجريز هي اكشولي مقلوبة العكس. وشايفين في السي تي لما تعمله للعيان، لما تعمل سن تراكشن الحتة الديفكت الانتيريور اللي بيفتح قد ايه، ولما بنيجي نريديوس العيان ده لازم تفتحوا العيان ده من قدام وتسيباريت الحتتين دول، بيبقى في ديفكت كبير هنا، والديفكت ده هاز تو بي فيلد وذ جرافت كده زي هنا. ده هنا محطوط له كورتيكال بون جرافت، وشايفين هنا السلوب اتعدل ازاي، يعني شايفين السلوب بري والسلوب بوست. اوكي اكزامبل تاني هم حاطينه في نفس البيبر دي، واحده هي هايبر اكستنشن انجري، بيخشوا بلامينا سبريدر يفتح الحته دي عشان يرفع السلوب، وشايفين بيحط قدامي يا اما فيبولا يا اما كيج ويملا جرافت. اوكي وهو قال انت يو هاف تو فيل ذا انتيريور ديفكت ايذر وذ فيبولار الو جرافت اور ذا يوز اوف سباين كيج تو فيل ا لارج انتيريور بيس ديفكت. قال لك لو الانتيريور ديفكت كبير قوي زي كده كيج وود بي ا جود ايديا. طيب في البيبر بتاع جونزاليس هو حاطط الاكزامبل ده، شايفين هنا الاكزامبل ده اعنف شويه، لان مش بس السلوب مقلوبه، ده كمان في كومنيوشن، وده معمول له دبل بليتنج ومرفوعه الانتيرير، وشايفين هنا السلوب اتعدلت، وشايفين هو حائن حتى في الحته كومنيوتد دي قدام حائن جرافت، هنا اهو حائن كرونوس. اوكي حائن كالسيوم فوسفيت سمنت.
طيب حالة تانية البايكوندايلر برضو اللي هم تايب 5 and 6، ده عيان جالي في 2018 بايكوندايلر تيبيال بلاتو فراكشر. زي ما انتم شايفين هنا الميديال فيمورال كوندايل غارز في التيبيال بلاتو فراكشر، فيبولا كومنيوتد مع فيمر هنا كومنيوتد كده، فيها باترفلايز وفيها مشكلة ان هي مكسورة، فيها سبليت نازل وخارج من الني، كسر سخيف قوي كونترا لاترال تو ذا تيبيال بلاتو، ومعاه كان كمان بروكسيمال هيومرس وفراكشر في البيس فيفث، اوكي في الهيد اوف ذا فيفث ميتاكاربال وبروكسيمال هيومرس. العيان ده از ا ميل بيشنت 55 ييرز اولد، موتور فيكل اكسيدنت، كان معاه كذا حد في الحادثه، اتنين تانيين عملنا لهم اسيتابولوم. وده الراجل ده كان عنده الاربع انجريز دول زي ما انتم شايفين كده. ده السي تي بتاعه، يو كان سي الديسوسيشن بين الميديال واللاترال، ده الميديال فراجمنت الكبير قوي ده. عاده زي ما قلنا يوجوالي الميديال فراجمنت بيبقى وان بيج بيس، واللاترال هو اللي بيبقى كومنيوتد كده. شايفين هنا اللاترال كومنيوتد لكن الميديال بيج بيس، بيج بيس نفس الحكايه هنا، ده بيج بيس باين قوي واللاترال كومنيوتد. طب الفيمورال كوندايل دي داخله فين؟ فيمورال كوندايل دي معلقه هنا كده في حاجه. طيب ده عشان السوفت تيشو كونديشن مش هتبقى حلوه، يبقى الفيرست ستيج هنعمل ايه؟ سبانينج اكس فيكس زي ما شفتوا كده، عملنا السبانينج وجميل قوي، حاجه عظيمه، الاينمنت في اللاترال والاينمنت في الاي بي، يعني مش حاجه عظيمه قوي الحقيقه. هو الفيمورال كوندايل دي ستيل امباكتد هنا، بس احنا ما نقدرش نفتح دلوقتي ونعدلها. معنى ايه انها امباكتد هنا؟ ان هي دي عامله باتن هولينج في المينيسكس، يعني المينيسكس لسه معلق بره هنا هو والبلاتو، يعني المينيسكس اكشوالي هنا حوالين الفيمورال كوندايل غالبا. وده يقول لنا ايه؟ يقول لنا ان 3 ويكس واحنا بنريديوس هتبقى صعب. حاولت اريديوس الحته دي كلوزد، شايفين انا بزق كده بصباعي، مش بتريديوس، بتخش كده وتري كويل، تخش كده وتري كويل، تخش كده وتري كويل. فالحل الوحيد كان ان احنا نفتح العيان ده انتروميديال انترولاترال سوري انترولاترال عادي سمول بوستروميديال اللي بنفتحه، ونسلك الكبسول المينيسكس والكبسول عشان نعرف نريديوس دي تحت الفيمورال كوندايل تاني. وهنا زي ما انتم شايفين بقت ريديوست وممسوكه كده ببوينتد ريدكشن كلامبس. اللي راكب ده الاكسترنال فيكسيتور اللي انا كنت مستعمله في الاول، انا بسيبه لحد ما ريديوس وارجع الارتيكلو سيرفيس كانه اي او فيمورال ديستراكتور. ذس از واتكلمنا على الايديا دي قبل كده في البيلون، اتس ا جود ايديا. وبعدين ابتدينا نمسك الارتيكلو سيرفيس، مسكنا الارتيكلو سيرفيس بسكروز، ممكن دول يبقوا لاج، ممكن يبقوا رافتنج، تستعملوهم زي ما انتم عايزين. المهم يبقى معاك مسامير طويله وتبقى محضرها. وبعدين حطينا لوكت بروكسيمال لاترال تيبيال بليت زي ما انتم شايفين، وبعدين مسكنا بميديال تي بليت طويله برضو لوكت. اوكي، بس انا باثر واحده عن الثانيه عشان ما يبقوش الاثنين ات ذا سيم ليفل عشان التيبيا ما تكسرش هنا. ده المنظر الفاينل في اللاترال، ده في الاي بي. كان مضايقني شويه هنا، حاسس ان السلوب مش معدول قوي، لكن اكشولي يعني لما تبص على الفيو كويس وعلى الاكسس لا ات لوكس فاين. يعني الفيمر عملناها ببليت لان انتوا فاكرين كان في سبليت كسر لحد تحت، فاضطرينا نثبتها بديستال فيمر لوك بليت، وبرده بنوزع المسامير فوق كده. الحقيقه الديفكت ده كان كبير قوي، الباتر فلايز كبيره، فانا حطيت هنا فيبلر جرافت وحطيت انتيريور بليت كمان عشان سبورت، لان هي كانت هتبقى مشكله شويه البتاع دي. الفيلوس عملتها، بس بما ان الكسر كان واطي قوي هنا كده فانا هتلاقيني حاطط الفيلوس واطيه، هي الفيلوس المفروض تبقى اخرها هنا 8 مللي تحت التيب هنا، بس انا منزلها شويه لان الكسر كان كله هنا، انا كنت عايز اعدي كل السكروز. طبعا دي اللي عاملها الدكتور مصطفى محمود مش انا، انا ما بعرفش اعمل الشرايح الصغيره دي، ما ايدي بتتهز وانا ماسك الباور. فهنا شايفين الهيد ريديوست اناتوميكال برضو. فده التيك هوم مسج بتاعتي، انك محتاج ستيج بروتوكول للناس اللي السوفت تيشو بتاعهم مش حلو. الديفينيتيف اوبن ريدكشن لازم تبقى محضر فيها كل حاجه، عملنا سوباين هنا انترولاترال مع بوستو ميديال، عملنا دبل بليتنج زي الكلاسيك لاي شاتزجر 5 او 6، ابتدينا ايرلي رينج اوف موشن. للاسف العيان ده في الفولو اب كان انفكتد، وبعتناه للدكتور شريف عبد اللطيف
وقابلت الدكتور شريف عبد اللطيف النهارده، قلت له انا هقول محاضره على تيبيا البلاتو، ايه اخبار الراجل بتاعنا؟ قال لي الراجل بتاعنا لسه شايل الاليزاروف من 3 شهور وكسر تاني تحت الليفل بتاع الاليزاروف ساموير في الديستال تيبيا، وكسر الرجل التانيه سوبرا كوندايلر، ف سوري كسر الرجل التانيه اللي كان فيها الفيمر دي، كسر النك فيمر، فواضح ان العين قرفته ما كانتش حلوه يعني، وايه يعني مفيش مشكله، ربنا يكرمه ويكمل على خير. التيك هوم مسج ان الهاي انرجي فراكشرز زي ريكواير ستيجنج، الكومبلكس ارتكيولر كومبلكس ميتافيزيال زي ريكواير ديوال ابروتشز ديوال بليتنج، الميديا بلاتو لازم يبقى نيوترلايزد اند فيكست وذ بليت. طيب تاني ناخد كيس تانيه، متهيألي ان الكيس دي ممكن يكون في مجموعه منكم شافوها قبل كده في الـ في الـ في الديبيت اللي كنا عاملينه في الاي او مع رودريجو بيزانتس واناندا نانو من حوالي شهر. ده عيان 19 years old موتور سايكل اكسيدنت، بس هو الحقيقه انا حطيته تاني لان هو في تيك هوم مسج قويه شويه. ده 19 years old ميل موتور سايكل اكسيدنت 18/2/2020، وهو يعني هيموت عايز يركب موتوسيكل تاني في اقرب وقت، هو ده هدفه كله من العمليات انه يركب موتوسيكل. عنده ديبريشن فظيع في الارتيكولار سيرفيس، وعنده سبليت هنا في البوستيريور كولم، تاني البوستيريور كولم بتاع كونج فينجلو، ما تنسوش الكولم كلاسيفيكيشن يا شباب، فيها مشاكل كتير قوي، عامله مشاكل يعني، شايفين الكسر بتاع الميديا اهو، اللاترال ديبريست بفظاعه، وده طبعا كلاسيك موتور سايكل اكسيدنت، هما بيبقوا كده بيتبهدلوا كده، شايفين ده الفراجمنت البوستو ميديا باين قوي هنا، وشايفين عنده ايه تيبيال سباين افالجن، بوستو ميديال فراجمنت كبير، بوستو لاترال فراجمنت صغنطوط مش مهم. تاني هنا ادي البوستو ميديال فراجمنت، ودي الحته اللاترال بقى ديبرست ومقلوبه خالص لورا، مقلوبه خالص خالص، يعني شايفين هنا هي مش موجوده في الكات دي ومش موجوده في الكات دي، هي دي هي واقفه على سيفها هنا، يعني الارتيكولار سيرفيس باصه بوستو لاترال. اوكي كويس، ده في شهر 2. في جراح كبير دخل عمله وثبت التيبيال سباين وعمل شغل وحط له لاترال لوكت بليت. احنا قلنا من شويه اللاترال لوكت بليت بتعمل ايه؟ It does not solve everything. It did not answer all the questions. فهو حس كده غالبا انترا اوبريتف، فهي كاستد ذا بيشنت فور 6 ويكس. العين جالي في الفولو اب، هو جاي مش جاي لنا، هو رايح للدكتور شريف امين عشان عنده دروب فوت. فالدكتور شريف امين هو راح للدكتور علي المفتي الاول، قال له روح اعمل سي تي الاول، راح عمل السي تي ده، وراح ياخد سكند اوبينيون على الدروب فوت من دكتور شريف امين، ورا له السي تي ده، فالشريف امين قال له مش اطلع بره، روح على الشريف خالد دلوقتي، سيبك من الدروب فوت، كلمني، قال لي العين هيجي لك دلوقتي حالا، عين عنده كارثه. الكارثه ماشي، ابعت يا دكتور شريف اي كوارث احنا جاهزين. بعت لي العيان، لقيت المنظر الاتي، ادي الفراجمنت وقع، الفراجمنت كان مش وحش في البوست، يعني لو شفتوا البوست اكس راي بتاعته مش وحشه اهي، شكلها هنا اليفيتد وجميله وحاطط جرافت كتير، وفي اللاتر الحقيقه يعني هو الكواليتي كانت جبس كتير اشعه وحشه، فمش باين قوي، لكن في الـ لما تتابعوها رجعت تاني هي وقعت من ورا المسامير. ليه؟ انا وريتكم المنظر ده في البيبر بتاع ديف باري، شايفين اللاترال لوك بليت مشكلتها ان مسامير كونفرجن كده، فايت اولويز ميسز اني فراجمنت البوسترو ميديال فراجمنت. ده مش بس كده هنا، ده كمان هي ات فيل تو سبورت اللاترال فراجمنت لانه كان اولموست بوسترو لاترال، ما كانش في حاجه قوي انترو لاترال، فالفراجمنت هنا اتقلب وقع وراها عادي، فبقى عندنا الديفكت ده موجود، والولد عنده 19 سنه. طيب تعالوا نشوف ده ال 3 مانث بوست اب، اهي الفراجمنت اهي. هو سالني هو احنا ليه لازم نعمل اشعه؟ ليه لازم نعمل عمليه؟ قلت له عشان ده مش صح. قال لي طب والدروب فوت؟ قلت له مالوش دعوه. قال لي انا مش جاي عشان اعمل، انا جاي عشان الدروب فوت، انا عايز اعدل الدروب فوت عشان اركب الموتوسيكل، تقول لي هتعمل لي عمليه تاني في النيه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟
بعد ما شرحنا ليه هنعمل ورجع تاني الدكتور شريف امين وشرح له، قال له انت مشكلتك مش في الدروب فوت، مشكلتك في الارتيكولار سيرفيس. هو قال انا مهتم بالدروب فوت، انا عايز اعمل دروب فوت. فالدكتور شريف امين اقترح عليه ان هو بيعمل دي، هو يعمل له اكسبلوريشن للنرف. وده اللي حصل، ان احنا عملنا بلان. البلان بتاعنا كان ان احنا نحط البيشنت ان سيمي برون بوزيشن. السيمي برون دي يعني العيان ده نايم برون، بس لما الف رجله كده يتلف معايا، مقلبه كده يتقلب معايا، يعني هو نايم كده نومه كده ايه، ما هياش لا برون ولا لاترال، هو نايم اولموست لاترال، بس لما بنزقه كده ينام برون، مقلبه شويه ينام لاترال. كانت خطتنا ان احنا نفتح بوسترو ميديال ابروتش عشان ارجع البوسترو ميديال، وافتح اكستنسايل اكستنسايل لاترال اللي هو فروش ابروتش عشان نقدر نخش منه ورا دكتور شريف امين يشوف اللاترال الكومن بيرونيال او اللاترال بوبليتيال، واقدر اخش منه قدام واقدر اخش منه ورا عشان ان كيس لو محتاج احط بليت ورا كمان بوسترو لاترال. اوكي، فرسمنا خططنا للعيان. الاكستنسايل لاترال كانت ميزته انه زي ما انا قلت هيألاو ان احنا نعمل التلاته، وهيألاو ان احنا كمان نريموف البليت. حضرنا اي او فيمرال ديستراكتور طبعا، بروكسيمال فيمرال لوكت بليتس، بروكسيمال تيبيال لوكت بليتس سوري، تي وال بليتس، وسمول ديستال راديوس بليتس، ولونج 3.5 ملم كورتيكال سكوز 80 ملي كالعاده فور رافتنج. ابتدينا بالبوسترو ميديا للاول عشان نفك الفراكشر. زي ما انتم شايفين الولد فيري اوبيز، هو بيلعب رياضه الموتوسيكلات، فطبعا رياضه الموتوسيكلات عامله له جسم عظيم. ده الميديال جاستروكنيس زي ما انتم شايفين كده، بنرفع الميديال جاستروكنيس بنخش بينها وبين السيمي ميمبرينوزس في الحته دي، يبقى قدامنا بعد كده البوبليتيس، نرفع البوبليتيس ونشوف الايه الفراكشر سايت زي ما انتم شايفين كده. فراكشر طبعا كان لاحم، قعدنا بمشط صغير كده بالراحه 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 نسلكه لحد ما وي انديد فراكشر. وشايفين هنا انا حاطط اكس فيكس بدل الاي او فيمورال ديستراكتور، يعني ده فروش اكستنسايل ابروتش. الفروش اكستنسايل ابروتش بيدخلنا بوستيريور ويدخلنا انتيريور. دكتور شريف امين عمل الاكسبلوريشن اوف ذا كومن بيرونيل، شايفين هو مسلك عليه هنا، مسلك عليه حلو قوي، مطلعه لنا ودي حاجه جميله. اكسترنال فيكسيتور ده انا حاطه عشان ادستراكت الجوينت واقدر اشوف. دخلنا الاول بوسترو ميديال تو اندو ذا فراكشر، وحاولنا نرفع ده ونحط باكرس بليت زي ما انتم شايفين هنا، ادي الانتيريور وادي البوستيريور ساقط زي ما هو. او احنا تاني حاولنا نرفعه شويه اكتر، ما كنتش مبسوط قوي. عدلته خالص، فكيته خالص لحد الارتيكولار سيرفيس وعملت له باترسنج وخدت المسمارين المهمين. انا الفراكشر اهو، ما يهمنيش المسامير اللي فوق، انا الاثنين دول هم الاساس عندي. اوكي، بعد ما وي ريديوست الميديال ما حطيناش اي مسامير فوق، حطينا المسامير التحتانيه بس. جينا بقى لللاترال اللي هو الارتيكولار سيرفيس اهي، اللي هي اللي ساقطه خالص دي. ابتدينا بجرافت امباكت نرفعها، الجزء اللاترال اترفع هنا لكن الميديال لسه اهو. كملنا رفع، ادي دلوقتي بعد ما رفعنا الجزء الميديال واللاترال، فضل عندنا الديفكت العملاق ده اهو. اوكي، الديفكت العملاق ده مسكنا بكي وايرز، قفلنا السبليت، خدنا بوستيريور ايليا كريست جرافت لان العيان نايم سيمي برون، فاسهل ان انا اخد بوستيريور ايليا كريست جرافت. خدته ومليته هنا، مليت مليت مليت، وكل شويه بزق بالبول سبايك او البول بوينت بوشر عشان اتاكد ان السبليت هيقدر يقفل على الجرافت عشان ما احطش جرافت كتير قوي. قالوا لي لا ده لسه هي ديبرست شويه. واحد من الشباب اللي معانا دكتور احمد البدري قال لي انا شايف ان هي ديبرست شويه، هي شكلها زي الميديال، محتاجين نرفع اكتر. فانا فتحت السبيت ورفعت اكتر، والحقيقه هو هي واز رايت، هي كانت محتاجه تترفع كده زي ما رفعناها. حطينا بعد كده رافتنج سكروز، كفايه اربعه رافتنج سكروز. هي الفراجمنت كله لو انتوا تاخدوا بالكم كان بوسترو لاترال هنا، كانش في حاجة انترو لاترال، فعشان كده مساميري كلها هتلاقوها دايركت بوسترو لاترال ناحية الكسر ده. بعد كده حطينا كونفنشنال تي بليت عادية، مش زي اللي كانت راكبة اللوكت الشياكة دي، حطينا واحدة بلدي عادية اللي احنا بنستعملها حبيبتنا، وحطينا منها السكروز البروكسيمال.
وزي ما انتم شايفين مسكنا منها كده اتنين لوك سكروز، واحد كده واحد كده واحد، ده الكونفنشن اللي بينيمها في الاول. هنا زودنا مسمار تالت تحت للبليت بتاعت الديستال ريديوس، وزودنا فيها مسمارين فوق تو كومبريس دول. دول دريلد الاول ب 3.2 وبعدين 2.5 عشان نقدر نكمبريس الميديال فراجمنت. والرافتنج سكروز انتم شايفينهم معديين تحت في السب كوندرال بون تحت الارتكلر سيرفيس على طول. وي فينيشت اور فيكسيشن بهذا المنظر، وده الفاينل كونستراكت بتاعنا بعد ما رجعنا اللاترال وبعد ما رجعنا الميديا. ده الفاينل كونستراكت في البوست اوبريتيف اكس رايز. وبعد الاكسبلوريشن بنعمل السي تي عشان يفقسنا. هنا رافعين كويس، الميديا راجع كويس، واللاترال مرفوع كويس. اللاترال مرفوع كويس، شايفين الكيرف ده مهم قوي ان احنا نبقى شايفينه، ده عشان نبقى عارفين اللاترال راجع. الحته الميديال برضو اللي كانت ديبرست راجعه، فيها سنه ستيب هنا بس يعني ذاتس ذا بيست وي كان اتشيف بعد 3 شهور للاسف. شايفين هنا في كومنيوشن، المسامير بتاعتنا هي سبورتنج الفراجمنت اللي كان هيقع as much as possible. التيك هوم مسج زي ما قلنا ان اللاترال لوك بليتس does not support the posteromedial column fracture والجوينت ديبرشن ريكوايرز سبورت باي رافتنج سكروز اور بون جرافت. اللي احنا عملناه ده از تكنيك اتنشر عليه بيبر سنة 2018 في الجورنال اوف اورثوبيديك تروما من المجموعة دي اليوترو اتال. قالوا ان الستيج برون سوباين فيكسيشن اوف هاي انرجي مالتي كولامنر تيبال بلاتو فراكشر. عملوا مالتي سنتر اناليسز ريتروسبكتيف من 2003 ل 2014، لقوا فيهم 28 نيت عملت بهذه الطريقة، وقالوا في الكونكلوجن ان الهاي انرجي باي كولومنر او مالتي كولومنر بلاتو فراكشرز with significant posterior articular involvement predictable بيبقوا predictably addressed with the prone open reduction internal fixation through a posteromedial Lobenhofer approach then turning the patient supine and repositioning and an anterior approach. زي ما انتم شفتوا احنا في العيان ده ما احتاجناش نترن، عملنا فلوبي برون، والفلوبي برون ميزتها ان انا كاني بعمل برون وكاني بعمل لاترال. لو انا عايز افتح انترو لاترال بقى هضطر اقلب العين خالص، بس اكشولي من الفلوبي برون ده يو كان دو ذا انترو لاترال زي ما انتم شفتوا احنا عاملينه عادي، شلنا البليت الانترو لاترال وحطينا بليت ثانيه ورجعنا كل حاجه كويسه قوي. والستادي قالت ان التكنيك ده او الطريقه دي اللي هي الستيجد برون سوباين فيكسيشن that demonstrate excellent radiologic results or acceptable clinical outcomes resulting from described stage protocol. Okay. احنا عارفين فيلم The Good, The Bad and The Ugly. دلوقتي احنا اتكلمنا على الحاجات الظريفة كلها، نتكلم بقى على The Ugly. مين The Ugly ده يا جماعة؟ مين The Ugly؟ Who's The Ugly؟ هنشوف حالا. خناقة في بني سويف، اتنين بيتخانقوا على حاجة، واحد فيهم طلع ماشين جان آلي ضرب التاني في ركبه الاتنين، ركبة حصل لها كده وركبة دخل البولت من هنا وخرجت من الناحية التانية، لكن دي الحقيقة اللي فيها الشغل كله. 11/2019 ده منظره في أوضة العمليات، حاجة فاخرة صراحة. ده منظر بري اوبريتيف اكس راي الوحيدة اللي عندنا. طبعا احنا شفنا ايه المنظر ده، ده اوبن فراكشر، هتعمل ايه؟ تخش تعمل ديبرايدمنت، شكله حلو اهو تيبيا البلاتو، ادي فراجمنت وادي فراجمنت وادي فراجمنت وادي تيبيا، ايه المشكلة يعني؟ خلاص يعني عادي عادي، دخلنا عملنا ديبرايدمنت اهو وحطينا ايه؟ Spanning X fix، ما هو أدام السوفت تيشو كونديشن وحش يبقى هنعمل إيه؟ span scan and plan to fix. خلاص إحنا we spanned ونضفنا وهنوديه بقى يعمل scan and then we plan to fix. أدي المنظر الفاينل بتاع الإكس فيكس بتاعنا، وأدي الإنترا أوبريتيف إكس رايز الفاخرة، وأدي البوست أوبريتيف إكس راي الفاخرة في السبانينج إكس فيكس. وطبعا دلوقتي هنبعته يعمل الإيه؟ CT. أنتوا شايفين طبعا ده فراكشر في الكوندايل، فراكشر فيمر، ده كوندايل وده كوندايل. تيبيال بلاتو حلو قوي،
حاولنا نعمل له الاينمنت الحته دي مش عايز تالاين فور سام ريزن مش عارف ليه قفش على كده. ده البوست اوبريتيف سي تي. احنا كده عملنا سبان وعملنا سكان, فاضل لنا بلان. لو حد فيكم عنده بلان الحقيقه يقول لي, لان هو لسه لعند احنا ما عملناش حاجه. الكلام ده كان في شهر 12, فانا خدت الاشعه دي معايا دافوس ورحت في الماسترز كورس بتاع البلاتو والبيلون والبروكسيمال فيمر اللي انا بدرس فيه ده, ومعايا كان دكتور حازم ودكتور اسامه فاروق ودكتور ظاهر ومعانا بقى كوم فينجلو من الصين وكارل هاينز فروش والناس كلها. كان في واحد اجريسيف جدا من شرق اوروبا قال لي امبيوتيت. قلت له, قال لي والعين ده يخلص ويخلص. قلت له خلاص ماشي, بس هو عندنا العين ده 31 سنه, وهو الراجل اللي ضربه بالماشين جان ده كان عايز يعلم عليه, فلو عملنا له امبيوتيشن يبقى علم عليه, فيعني الاوبشن ده ممكن ما يبقاش مقبول نفسيا. وريته الكونغ فينج لو بتاع الصين لان هو محترف التيبيال بلاتو. قال لي I have no experience with machine guns. احنا في الصين ما عندناش guns اصلا, ممنوع السلاح في الصين كلها, ف I don't have any experience. كارل هاينز فروش قال لي والله انت ممكن تسيبه في السباننج اكس فيكس او تحط له another external fixator وليتر اون تعمل له total knee. فانا عجبتني الفكرة دي, بس انا ما اقدرش اسيبه في السباننج اكس فيكس ده. فجيت في شهر 12 لما رجعت قررت ان انا اعمل له ايه ماسكيليتك نيك. الوند كان قفل وبقى ظريف, قلنا هنحط سمنت سبيسر في الديفكت عشان نشيله بعد كده ونحط جرافت, يبقى عندنا بون ستوك نركب عليه توتم. والديسيجن كان ماسكيليتك نيك. دخلت عملت سمنت في البتاع وركبت الزارف. برضو الحته دي ما عرفتش اعمل لها الاينمنت, وسبته في الاليزارف. وده بعديها بثلاث شهور منظره ايه, قلنا هنخش نشيل السمنت دلوقتي ونعمل إيليا كريست بون جرافت. وهو كان الرينجز اللي انا كنت مركبها له فوق كده في الثاي كانت مضايقه جدا في النوم, فقال لي ابوس ايدك شيل لي الرنجات اللي فوق, انتوا عارفين اللي ظرف بيعمل للعيان هيسس كده بيخلي العيان مش مرتاح قوي. دخلت شلت السمنت, شايفين الديفكت قد ايه بعد ما شلت السمنت. حطيت بون جرافت كبير قوي من الإيليا كريست وشلت له شويه حاجات كده من الاليزارف من فوق, خفيت كده شويه الحلقات يعني. وشايفين بقى عندي ايه بون ستوك مش وحش. ده البوست اوبريتيف تابعناه تاني من شهر 3 لحد ما يوم عيد ميلادي بعت لي الاشعه دي هديه. ابتدى يبقى فيه شويه بون اهو, بس لسه شويه. قلت له الدنيا ماشيه كويس, اي اس ار وسي ار بي كويسين, احنا هنستنى 3 شهور كمان ونعمل لك توتال. اوكي, فده عيانين الايه ده اجل. لو حد عنده اقتراح نعمل له ايه يقول لي, ما اعرفش حتى الان هنعمل له ايه. نيجي بقى للفيكسيشن ميثودز. البابليكيشنز قالت ايه, less invasive stabilization system versus double plating. دي بيبر randomized control trial اتنشرت 2008 في Journal of the Knee. 84 باي كوندايلر لقوا no difference في surgical time union rate HSS score DVT infection hematoma loss of reduction hospital of special surgery score. However the wound size or blood loss كانوا أقل في less plate, لكن the post operative malalignment of the proximal tibia وال more symptomatic hardware irritation كانت أكتر مع less. عشان كده قالوا في الآخر conclusion إن less is a good alternative but cannot replace the conventional double plating as a standard of care. اوكي. بيبر تانية عملت ميدلاين سيرش من 98 ل 2008 وريبورتد 6 ستاديز هم اللي مد كرايتيريا اللي هم كانوا ما بين 2004 ل 2008, ودي اتنشرت في 2009 في الاورثوبيديك تروما ابديتس في الاورثوبيديك تروما دايركشنز قصدي, تو ايدنتيفاي كومبليكيشنز اوف ليس بليت لاترال فور 41 سي. لقوا نون يونيون بتحصل في 4% ات 6 مانثس, والمين تايم تو يونيون 3 مانثس. الانفكشن الديب كانت اقل من 5%, السوبرفيشال 4%, ريموفال واز 0 تو 17%. اوكي, واحده ثانيه قارنت اللوكت فيرسس نون لوكت, ودي اتنشرت في الجورنال اوف اورثوبيديك تروما في 2018. قارنت اللوكينج بليتس وذ ذا كونفنشنال بليتس,
ودي كانت ريتروسبكتيف ستادي، خدوا كل الحالات اللي اتعملت من 2013 ل 2015 اللي هم 112 عيان، لقوا اللي اتعمل فيهم لوكت بليتس وكونفنشنال هم 56، اللوكت كانوا 29 والكونفنشنال او النون لوكت كانوا 27، لقوا نو ديفرنس في الراديوجرافيك اوتكمز في الكلينيكال اوتكمز بالبروميس سكور في الري اوبريشن او النون يونيون او الانفكشن. هاويفر لقوا ان الامبلانت كوست سيجنيفيكنتلي جريتر في اللوكينج جروب كومبيرد تو النون لوك، وعشان كده قالوا في الكونكلوجن ان النون لوكينج ار the best option حتى الآن for fixation of bicondylar tibial plateau. Double plating versus ring fixator 12 في Journal of Bone and Joint Surgery في 2009. It was a randomized control trial فيها 92 bicondylar. There was no difference in the range of motion quality of reduction. However, the blood loss or post-operative hospital stay or infection or repeat surgeries كانت أكتر مع plating. والconclusion بتاعت البيبر دي كانت قالت إن هم both provide a good quality of reduction and the circular external fixation is an attractive option for these difficult to treat fractures. بالذات حالة زي الأخرانية اللي انت شفتوها دي، أنا ما كانش عندي أي option غير أن أنا أعملها إلي ظرف على قد ما أنا بحبش أعمله، لكن I didn't have any other option يعني. طيب نيجي الفيلينج the defect، ودي آخر نقطة هنتكلم فيها النهاردة عشان كده انتو تهريتوا يعني. كالسيوم فوسفيت سمنت أو شو قريته SRS في بعض الحتت. الانجكتبل كالسيوم سلفيت كالسيوم فوسفيت سمنت is an alternative to bone graft وهو in a midline search من 2002 ل 2004 نشر في الأورثوبيديك تروما دايركشنز 2007 to compare both. الاوبريتيف تايم للسمنت كان 55 minutes للكالسيوم فوسفيت سمنت وللجرافت كان 101. طبعا مفهوم لان انا على ما اخد جرافت هاخد شويه وقت، فهم دول الفرق ال 45 دقيقه تقريبا اللي هم بتوع الانسيجن بتاعت الايليا كريست. سيكندري لوس اوف ريدكشن واز نون كونكلوسيف، نو فانكشن ان فانكشن، نو ديفرنس ان ذا فانكشنال ريكفري بين اور رينج اوف موشن. تاني بيبر تانيه 2008 مالتي سنتر راندومايزد كنترول ترايل ليفل اوف ايفيدنس 1 120 تي بي ال بلاتو 3 تو 12 مانس فولو اب 38 بس اتعمل لهم ايليا كريست جراف و82 اتعمل لهم كالسيوم فوسفيت سمنت. يعني زي ما انتم شايفين الاتجاه بيروح ناحيه الكالسيوم فوسفيت سمنت بالراحه كده. They found no difference in the union rate and time. They found significantly higher rate of articular subsidence in the bone graft group. يعني باختصار هم دول بيزقوا اكتر على الكالسيوم فوسفيت سمنت. Conclusion cement was better in preventing subsidence. لقيت بيبر وانا بدور، كنت بدور لكم على recent literature. الحقيقة لقيت بيبر interesting أنا شيرها جيانودس هو وجوف وكاناكارس. البيبر دي هي عبارة عن review of literature اتنشرت في 2013 في Journal of Engine، والconclusion بتاعتها هم لقوا 19 study that met the criteria. هم دوروا من 1984 لدلوقتي، يعني دوروا على مدار 36 سنة. وقالوا ان despite a lack of good quality randomized control trial there is sufficient evidence supporting the use of bone graft substitutes for depressed plateau fractures. ليه المشكلة كانت في ايه؟ ان اغلب الحاجات مش randomized control، اغلبهم clinical trials. لكن اللي كان ملحوظ عندهم في الريفيو ان trend towards injectable synthetic graft compounds and away from conventional iliac autogenous bone graft was evident. هم لقوا ان البيبرز كلها كل ما الوقت بيفوت كل ما كله بيروح ناحيه الانجكتبل سينثيتك جرافت وبيبعد عن الكونفنشنال ايلياك اوتوجينس بون جرافت. وده طبعا بديهي جدا لان ده بيوفر لك 45 دقيقه وبيوفر لك جرح تاني وبيوفر بين للعيان وبيسهل الموبيليتي وبيسهل البوست اوبريتيف، كل حياتك هتبقى اسهل. Our take home messages for today are كل حاجه goals. الارتيكلو سيرفيس محتاجه accurate reduction, rigid fixation, defect should be filled to achieve early mobilization, but beware of the soft tissue condition, compartment syndrome, neurovascular injuries. A three column concept افتكروه لانه فرق معانا في الحاجات. Depressed fractures بيبقوا محتاجين نعمل لهم grafting او calcium phosphate cement. A hyper extension injury is a very unique subset that gives worse outcomes. And you have to put it in mind وتتعرف عليه في الاكس راي، لان احنا اراهنكم ان ناس كتير فينا شافت هايبر اكستنشن وما شخصتوش.
انا حاولت ادور لكم على هايبر اكستنشن في الحالات بتاعتي، للاسف ما لقيتش ولا واحد هايبر اكستنشن، بس لو كنت لقيت كنت ديفينتلي هوريه لكم. لكن ديفينتلي في منكم بيشوف هايبر اكستنشن ممكن ما ياخدش باله. تيك هوم مسج، الفيكسيشن اوبشنز ممكن نستعمل في الاول للسوفت تيشو انجريز، نعمل سبانينج اكس فيكس او رينج فيكسيتور، ونستعمل ذا ستيجد ابروتش زي ما اتفقنا هنا وفي البيلون. لو السوفت تيشو كونديشن كويسه هنستعمل بليت اند سكروز بلس ماينس جرافت. رافتنج سكروز ار فيري يوزفول تو سبورت ذا ارتكيليشن. وافتكروا ان اللاترال لوكت بليت هاز نوت سولفد اول ذا بروبلمز، فاحنا دايما في البايكوندايلر هنرجع للكلاسيك ونعمل دبل ابروتش دبل بليت. افتكروها دي، دبل ابروتش دبل بليت. عايزين تعملوا انترولاترال مع بوسترو ميديال، ده الكلاسيك. عايزين تعملوا برون الاول وبعدين سوباين، حلو جدا. عايز تعملوا فلوبي برون، ده حلو جدا. عايز تعمل بوسترو ميديال مع اكستنسايل لاترال، ماشي. عايز تعمل بوسترو ميديال مع موديفايد اكستندد انترولاترال، ماشي. الميديال بلاتو اهم حاجه هاز تو بي نيوترلايزد اند فيكست تو ذا بليت. And thank you very much. الحالات examples، لان احنا ما بنقعد نوصف ونقول نحط plate من posterior ونخش من مش عارف ايه ونعمل، يعني بتبقى صعب قوي قوي ان حد يقعد يتخيلها في نفوخه كده. لكن بتبقى سهل قوي لو انا لقيت examples. اللي خد مني وقت طويل قوي ان هي المحاضرة دي 130 سلايد او 140 سلايد. اللي خد وقت طويل قوي 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 ان انا كنت بحاول اجيب لكل classification حالة. ما لقيتش الشاتزجر 3 حالة، بس يعني حاولت as much as I can ان انا اجيب لكم كل شكل فراكشر يتعمل ازاي. واللي انا ما لقيتش عندي اي حاجة بس كان مهم بالنسبة لي قوي انكم تشوفوا حالة، كان الهايبر اكستنشن. عشان كده انا جبتها من البيبرز، طلعت 2 بيبرز في 2016 و2017 عشان اجيب منهم الاكزامبل. اوكي، ربنا يخليك. انا نفتح باب الاسئله كده سريعا، بس انا في سؤال. انا يعني الواحد، انا على نفسي انا شفت حالتين قبل كده، هما يعني 30s، يعني 30 years old في الثيرد ديكيد اوف لايف، وهم كانوا بره مصر في احد بلاد افريقيا، وحصل لهم تيبيال بلاتو فراكشر، ميديال كومبارتمنت كان حصل كوميونيشن عالي جدا، وتثبتوا سام هاو وما حصلش ريدكشن خالص. والاكس راي اللي جم انا شفتهم بعد حوالي 4 شهور او 5 شهور، لما جم محمد هين تروحت فين؟ سي كان فور رينج اوف موشن، يعني كان يعني العيان كان عنده فور رينج اوف موشن وكان ميد 30s، والاشعه كاشعه لازم تتعاد. فاحنا متهيألي ممكن يكون احنا او حد من زمايلنا شاف حاجات زي كده. فالرينج اوف موشن ايه دوره في تحديد الـ urgency of fixation in failed surgery، in failed fixation surgery؟ لا يعني انت يعني لو هو العين complaining هتثبته، لو العين مش complaining لا ما تثبته، يعني ما تعيدش ما كانش مش complaining. بس هو ما كانش complaining، بس هو الاشعه خلاص. يعني انت، انا عايز اقول لك حاجه محمد، انت بتعالج الاشعه ولا العيان؟ المريض طبعا، العيان. فانت definitely لما يبقى العيان، المريض لو ما عندوش كومبلينت سيبه في حاله، لان انت سيمبلي انت شفته العمليات، تخش انت تعمل له حاله زي دي يبقى انفكتد زي الراجل اللي انا بقول لك شريف عبد اللطيف بقاله سنتين بيشتغل فيه العين بتاعي. يعني العين ده تخيل انت لو ده ما كانش بيشتكي وانت عملت له ريفيجن وجاله انفكشن، ات ويل بي كاتاستروف. يعني ده هتبقى حاجه ماساه، يعني مفيش بعد كده. فانت ديفينتلي الفيصل هو الكومبلينت اوف ذا بيشنت. اف ذا بيشنت از كومبلينينج، يعني احنا كنا على وشك ان احنا ما نعملش الولد ال 19 سنه ده، لان هم سيمبلي ما كانوش مقتنعين انه يتعمل. خلاص هو هي هاز تو كونسنت. لو هو مش مبسوط انه يتعمل مش هنعمله. احنا مش، انا مش بعالج اشعه، انا ماليش دعوه بالاشعه خالص. انا اف ذا اكس راي is not good، ده مش شغلتي. انا مش الفكره ان انا اطلع له اشعه شكلها حلو، فاهم قصدي؟ فمش مهم خالص. دي التيك هوم مسج. يعني انت احكم بالعيان بشكوته، مش بالرينج اوف موشن. لان برضو لو انت شايف ان في ارتكلر ديبرشن عنيف محتاج يتعمل، تاجيله مش هيفيد العيان. هيبقى عنده رينج اوف موشن كويس في الاول، بس the problem is later on. انت can you guarantee ان هو بعد سنتين عيان عنده 30 سنة مش هيجيله severe osteoarthritis وتقول العيان ده محتاج total knee؟ ساعتها هيبقى نعمله total knee ولا ما نعملوش؟ اكيد مش هنعمله.
يعني انا I wouldn't do a total knee لحد اصغر من 60 سنه الا في exceptions يعني. لكن لو جالك واحد عامل كده هتعمل فيه ايه؟ ما انت هتعمله في الاخر، مش احسن حاجه يعني. تمام يا فندم. طب لو عندنا باي كوندايلر فراكشر، هنستارت ميديال ولا لاترال، ولا ده معتمد برضو على الكولوم ثيري؟ The commonest اللي هتشوفوه دايما هتبتدوا ميديا. ليه؟ لان الميديال هيبقى لارج فراجمنت وسنجل فراجمنت، فدايما هتعمل سمول بوسترو ميديال انسيجن، تحط الثيرد تيوبولر بتاعتك كده، بقى عندك الميديال كولم راجع. انت كده حولت تيبيال بلاتو شاد 41 سي ل 41 بي، بقت سنجل كولم. اللاترال يوجوالي بيبقى كومنيوتد، وانت عايز اللاترال الكومنيوتد ده تسنده ترجعه، يعني تريديوس الكومنيوشن دي على حاجه. فانت عشان تريديوس الكومنيوشن دي على حاجه، حلك الوحيد هو ان انت تعمل الميديا للاول. فدايما اي وود ريكومند. في بعض الحالات بيبقى الميديا اللي فيها ما هواش احسن حاجه، يعني مش شرط الميديا اللي يبقى وان بيس. احنا قلنا ده اغلب الحالات بيبقى وان بيس، لكن عايز اقول لكم ان في حالات ما بيبقاش الميديا وان بيس للاسف. الحالات دي هيبقى مش شرط هنا انك تبتدي ميديا، لكن the most common is media. في حالات كده شفتها في محاضرة بتاعت ديف باري. ديف باري جايب حالات الحقيقة كوميوتد ميديا، ما اعرفش لقاها فين، بس هو عنده حالات في هاربر فيو ميديكال سنتر في امريكا فيها كوميوتد ميديا، which is very extremely rare. يعني I haven't seen any، مش هقدر اقول لك الاكسبيرينس بتاعتي فيها، لكن usually you start me. تمام يا فندم. طب بالنسبة للجرافت بقى، هل الجرافت سينثاتيك ممكن نستخدمها ولا لأ؟ هل الجرافت إلياك؟ ولو إلياك بناخد يعني تراي كورتيكال ولا كانسلس؟ يعني رأي حضرتك إيه في الموضوع؟ انا باخد كورتيكو كانسلس شيبس، دي احسن حاجة. والجرافت طبعا السنتاتيك لو عندك possible، لو عندك كونتين ديفكت عايز تحط فيه جينكس طبعا بيسهل الدنيا. ما عندناش الحقيقة احنا كالسيوم فوسفيت سيمنتس كويسة، ما عندناش كرونوس في مصر، ما عندناش الحاجات دي، مش ما يعني. بس لو توفرت عندنا جينكس، بس جينكس انا جربته، لو الديفكت مش كونتين بيهرب بيبوش ويطلع من الانسيجن، فحاجة شوية ستوبيد يعني، مش احلى حاجة. تمام يا فندم. دكتور شريف، لا انا سامعك بقول لحضرتك، بوست اوبريتيف بنعمل ايه مع العيانين دول؟ يعني حضرتك هل ديفرنت بروتوكولز ولا هو سيم بروتوكول؟ immediate range of motion، اول ما يخرج من العمليه تشجعه ان هو يعمل range of motion من الاول على طول immediately، ويدوسه تو تاتش ويت بيرنج. التو تاتش ما بيضايقش الكسر في اي حاجه. في ناس هتقول ازاي تيبيال بلاتو ويدوس مش عارف ايه، احنا عملنا بيبر انا واحمد خضر والدكتور بتاع علاج طبيعي، الحقيقه وي ديدنت فايند اني ديفرنس في اللي داسه immediate واللي داسه ديلي. فممكن يدوسوا تو تاتش من الاول لو انت قلقان قوي، ولو عندك حاجه باي كوندايلر كوميوتد قوي اخره، يعني مش قصه يعني. ايه تاني؟ طيب لو حاله باي كوندايلر وهنحط نيل، النيل ده يبقى شورتر؟ لو حاله باي كوندايلر وهتحط نيل، I have no experience. أنا ما حطيتش البايكوندايلر نيل خالص. تمام. البايكوندايلر هتبقى محتاج تعمل تيبيال بلاتو صريح هو الأول. يعني ما تعملش زي ما أنا عملت تحط النيل الأول، أوعى تعمل كده، امسك التيبيال بلاتو الأول كويس قوي، وهتخلي مسامير كلها ورا وتخش أنتيريور بنيل بعد كده. بس مش هيبقى شورتر ولا حاجة، هتعمل نيل عادي. مش يعني ما تغيرش أي حاجة في النيل، أنت هتعمل نيل اصل انت مشكله التيبيا ان انت لو عندك تيبيا الفراكشر اسوشيتد وتيبيا الفراكشر دي مش كونتينوس مع البلاتو، هي حلها الايديال نيل، وما عندناش في التيبيا اي حاجه تخش من تحت الا لو انت شايف ان ينفع لها. انا اي ثينك ان انا عندي حاله كانت كده تيبيا البلاتو، تيبيا معمول لها دبل بليتنج للتيبيا البلاتو وبليت تيبيا تحت، عملت لها بليت تيبيا تحت، بس ما حطيتهاش في المحاضرة يعني. ايه تاني؟ حصل
مشكله في الجرافت او كده، هل ممكن نحط الديفكت نملاها سيمنت؟ لو بس in the context of masculine، لو masculine بس، لكن تحط definitive cement لا. تمام. طب كالسيوم فوسفيت سيمنت يعني حاجه زي النوريان او الكرونوس او حاجه من دول يعني، بس مش سمنت يعني بولي ميثال ميثاكريليت سمنت لا طبعا. ايه تمام. المينيسكال انجري والليجامنتس انجري، يعني احنا يعني انا واضح ان حضرتك كنت بتبريفير ان احنا نبوسبون الحاجه دي لحد سبورتس ميديسن، صح كده؟ لو معانا ديفينتلي حاجه كده I would prefer نحط sports injuries اللي manage and I wouldn't. يعني احنا definitely لما بنفتح وبنلاقي lateral meniscus مقطوع انا بعمله يعني ده لان ده basic training. بس لو معاك ACL يعني عندك كارل هاينز فروش عامل حاجه اسمها fishing technique، هو بعد ما بيخلص البلاتو بيدخل حاجه كده زي الخطاف كده يصطاد بيها التيبيال سباين ويمسكها بمسمار لاج سكرو من تحت لفوق، يعني ما بيخشش من البلاتو بيخش من التيبيا يصطاد المسمار، وهو مسميها فيشنج تكنيك. دي كارل هانس فروش بيعملها لان هو اورينتد قوي بقصه ان هو يعمل السوفت تيشو انجريز ات ذا سيم تايم، او الحاجات الليجامنتس والمينيسكال انجريز ات ذا سيم تايم مع البلاتو، فبيعمل الفيشنج تكنيك. ايه تاني؟ بالنسبه للتيبيال سباين، يعني هل ينفع ليها تنشن باند مثلا او حاجه زي كده، ولا لازم سكرو؟ لا ينفع تنشن باند ديفنتلي. نشوف لو في حاجه ريليتد. في اسئله بس في المحاضره اللي فاتت يا جماعه، دي هتنزل، احنا هننزل المحاضرتين مع بعض قريب جدا الاسبوع ده ان شاء الله. قول اي حاجه يعني اي اسئله. Regarding the ugly case, would we try temporary fusion with antibiotic coated long intramedullary nail, then later take down the fusion to do total knee? قصده فيوجن للحته الديستال يعني هاخد التيبيا اعمل فيها انتيبيوتيك نيل. ممكن هو الفكره ان العين ده من ساعه الديبرايدمنت الاي اس ار والسي ار بي بتوعه نورمال، فهنا انا كان فكره السمنت وبعدين الجرافت ان هي ماسكيليه ان انا عايز املى الديفكت ده، فانا عايز ازود، انا عندي ديفكت كبير جدا يعني الديفكت اللي جوه قد باكو اسمنت 40، فديس از بيج ديفكت، فانا كنت عايز املى الديفكت ده بالجرافت. فانت لما بتعمل ماسكيليه تكنيك وتحط سمنت جوه بيعمل لك ميمبرين، والميمبرين دي بتبقى فيها فيري هاي اوستروجينيك بوتنشال، فلما تحط فيها بون جرافت بعد كده يعمل بون ستوك زي اللي انتوا شفتوه كده، واي هوب ان هو البون ستوك ده يبقى كويس يعني. ايه تاني؟ على الني اسبيريشن ممكن نعمله في حالات مثلا لو في هيم ارثروزس جامد او كده ولا لا؟ I wouldn't recommend so. No. يعني انا ما عنديش experience. بص انا هوريك حالة دلوقتي العين ده الفكرة انا هوريهولكو لان انا كنت عملت له اليزارو في زمان قوي وبشوفه لحد دلوقتي. العيان ده لو شفت الارتيكولر سيرفيس بتاعته تقول العيان ده بايظ، يعني هو مش هينفع مش هيصلح بعد كده. العيان ده جالنا بسكروز كده والسكروز انفكتد وخلعت وطلعت وحاجات غريبه كده، وركبنا له اليزاروف، موضوع مأساوي كده. ممكن اشير سكرين. بصوا ده العيان هو جالنا بريزنتين كده، ده الاوريجينال فراكشر بتاعه، مش عارف شايفينه ولا لا. شايفه يا محمد؟ ما طلعش حاجة، أنا مش شايف حاجة قصادي، معرفش لو الشباب حد شايف يا جماعة، يمكن أنا المشكلة عندي. لا هو مش بيرزيوم شير. طيب معلش، استنى نيو شير. ممكن نكتب الرافتنج سكرو بي اهو، شايفين كده؟ تمام. ده العيان 9/2006. اوكي شايفينه؟ وده حد عمل له فيكسيشن كده
ده واحد 2007. اوكي كده عملنا له ظرف وعدنا السكروز دي. ولسه بشوف العنده لحد دلوقتي يعني. الارتيكلو سيرفس بتاعه بايظ الصراحه، لكن هو هيز نوت كومبليننج خالص يعني. المنظر الارتيكلو سيرفس بتاعه زي ما انتم شايفين كده، جاله سكندري اوسيو ارثرايتس عنيفه ليتر اون، لكن هو هيز نوت كومبلين. ف طب عايزين ناخد سؤال عشان ده عليه ريكويست جامده قوي، الناس عماله تبعت على البرايفت وعلى كل قول. الرافتنج سكرو تكنيك او برنسبلز. ايوه الرافتنج سكروز 3.5 اربع مسامير 3.5 احسن من مسمارين 6.5، ده كل البيبرز قالت كده، بس ده من زمان. الحاجه الثانيه ان احنا في بره بيعملوا 2.7، يعني شون نورك وديف باري وكده بيستعملوا مسامير 2.7 مش 3.5. بنحط 3 او 4 سكروز جنب بعض as much as possible، تحاولوا تحطوا سكروز كتير. دي حاجة مهمة يعني. ايه تاني؟ بنكمل السكرو يبقى في السبكوندرال بون ويبقى واصل للناحية التانية. ايه تاني؟ ايه الأسئلة تاني عليهم؟ هو بس يعني كان الشباب بتسأل على البرنس. بيسألوا على الواشرز ونو واشرز. it depends، لو الكواليتي اوف بون كويسه مش محتاجين واشرز، ممكن تخش باربع مسامير زي ما شفتوا كده جنب بعض. هتلاقوني في حاجات انا حاطط فيها واشرز، ده معناها ان الكواليتي اوف ذا بون واز نوت جود. لو الكواليتي اوف ذا بون سوفت شويه بحط واشرز، لكن يوجوالي الكلاسيك من غير واشرز. ليه؟ لان انا بعد الرافتنج انا هحط تحتيهم بليت بروكسيمال تيبيال بليت، فالواشرز دي بتخليني اوطي البليت، ما بتبقاش حلوه. اوكي؟ فما تعملوش واشرز، اعملوا اربع مسامير من غير واشرز. والله عرفت احط خمسه او سته، it depends على السايز يعني. والرافتنج سكرو برنسبل في حد بيسال عليه، هي الفكره ان انا عايز اسبورت الارتيكولار سيرفيس دي ما تقعش، فانا بحط حاجه في السب كوندرال بون زي الكمرات بتاعت السقف. الرافتنج هم الرافتنج، اي حد بيجي يرمي سقف بيعمل الاول ايه؟ عروق خشب كده بالعرض، هي دي الرافت. الرافت هو القارب اللي كان بيطلع زمان في الفيلم الكرتون ده، اللي هو كان الواد بيربط جذوع شجر في بعضها كده ويعمل عليها خيمة ويمشي بيه في النهر. بس هو ده الرافت. الرافت هو القارب ده اللي هو معمول من عروق خشب، او نفس فكرة التعريق الخشب بتاع السقف، او نفس فكرة الكاميرات، هو كاميرا، فانت عايز تسابورت السبكوندرال بون بحاجة ما تقعش، والجرافت كمان بعد كده. في حد كاتب دو وي دو كابسولاتومي ديورينج برون بوستو ميديال؟ لا، ما بنعملش كابسولاتومي. البرون بوستو ميديال بيعتمد كله على الكورتيكال ريدكشن من تحت، ما بنبصش على الارتيكولار سيرفيس، وبنعمله اندر ايمج انتنسيفاير بس. سي ار بي فاليبل فور ديفينيتيف انترنال فيكسيشن؟ يس، مهم جدا. ما نقدرش نعمل ديفينيتيف غير لو السي ار بي نورمال. ميديال ابروتش وي كان يوز؟ يس يو كان يوز. فيمر تو تيبيا فيوجن وذ لونج نيل؟ انا مش عايز. في كان اقتراح الفيوجن بتاع الفيمر للتيبيا، بس عايز اقول لكم ليه ما عملناش فيوجن. ده كان سؤالك يا محمد، وانا فهمت غلط ان هو عايز نيل بس في التيبيا. ما عملناش كده لان هو الولد ده شغلته سواق، فهو لو هيعمل حاجه غالبا هيحتاج حاجه فيها فلكشن. فكان الهدف ان احنا يا اما نعمل له توتال نية، يا اما نعمل له هنج لزاروف ويمشي بيه لحد ما يلحم يعني. cause of drop foot for the case of revision، غالبا الدروب فوت واز بري اوبريتيف، ملوش دعوه بالراجل اللي عمل العمليه الاولانيه. why fixation of tibial plateau by screws only always fails؟ لان الفراجمنت بيبقى كبير والتنشن كلها على الميديال سايد، عشان احنا فيرس يعني، انت البادي ويت كله نازل ميديال تو ذا جوينت لاين، فبيدوس على الميديال بلاتو اكتر ما بيدوس على اللاترال بلاتو. فعشان كده دايما الميديال بلاتو لو مسكناه بمسامير بس ات فيلز. تنشن باند ان تيبيال سباين مقبوله. افالس فيبلر هيد وي ديدنت اوردر فور ام ار اي؟ لا يا دكتور مينا، اي ديدنت اوردر فور ام ار اي. تيبيال سباين فراكشر هاو تو فيكس؟ ما عنديش اي فكره، اي كانوت هيلب وذ ات.
conventional cement لا. What about meniscus and ligament injury with plateau؟ meniscus هتصلح هو عادي. ligament injury لو انت عندك ligament injury preoperative خلي حد من بتوع السبورت يقول. انا ساعات بكلمهم يقولوا لي اشتغل وبعدين احنا نبقى نعمل الاي سي ال ده بعدين، مالكش دعوه بيه. الحقيقه صعب قوي انك تثبت كمان الاي سي ال في وقت التيبيال بلاتو، بيبقى مش يعني محتاج ابروتشز مختلفه وكده. ايه تاني يا محمد؟ متهيألي انا كده غطيت كل الاسئله. حضرتك انا يعني بسم الله ما شاء الله، انا مش عايز اتعب حضرتك يعني يا جماعه، النهارده كان يوم طويل ويعني احنا متشكرين. هو اخر حاجه الرافترنج سكروز دي بتبقى فولي ثريدد ولا بارشل ثريدد وكانسلس ولا كورتيكال؟ تاني قول. الرافترنج سكرو، رافترنج سكروز دول بوزيشنال سكروز، دول كورتيكال 3 ونص عاديين جدا مش كانسلس، كورتيكال 3 ونص عاديين. لو البون كواليتي وحشه قوي ممكن تستعملوهم اللي هم كورس ثريدد يعني اللي هم زي الكانسلس، لكن هي الفكره ان هم يكملوا للاخر يعني يبقوا 80 مثلا، وما هماش كومبريشن، هم بوزيشنال يعني هم ساندين الارتيكولار سيرفيس. لو انت عندك سبليت وعايز تمسك السبليت ده ممكن تاخد اول اتنين في الرافتنج توسع له ببونطه ثلاثه، ببونطه ثلاثه واثنين وبعدين بونطه اثنين ونص او اثنين وسبعه، وتحط اول اثنين رافت يبقوا منهم لاج سكروز ومنهم رافتنج سكروز. بس الاحسن لو انت عندك سبليت انك تقفله ببوينتد ريدكشن كلامب وتحط الرافتنج سكروز وبعدين تكمبرس بالمسامير اللي في البليت. ايه تاني؟ وممكن نحط معاه بون جرافت ولا لا؟ يس، انا بحط معاهم بون جرافت حتى الان، لكن لو هي بس مثلا حاجه يعني انتوا شفتوا في حاجات شاتسجر 2 وانس رفعناها وحطينا بتحتاجش، ما فيش ديفكت قوي يعني. لكن في حاجات انا كنت موريكم فيها ديفكت كبير دي بتحتاج. في حد بيسال كان وي اوفر كوركت ذا ديبريس بلاتو؟ لا يو كانوت، يعني ارفعه زي ما انت عايز، اول ما عندي بيبتدي فلكشن اكستنشن بوست اوبريتيف بتنزل يعني في شيء. الاسسمنت بتاعت الميديا الارتيكولار سيرفيس بتبقى انترا اوبرتيف، بتبقى بالفلوروسكوبي بس صح كده؟ فلوروسكوبي والكورتيكال، يعني انت بيبقى عندك كورتيكال ايبكس تحت كده، انت هو ده اللي بتنضفه، كورتيكال ايبكس ده اللي انت بتبقى شايفه، وانت مينلي الميديال فراجمنت بيبقى حته واحده ما بيبقاش كومنيوتد. لو كومنيوتد افتح الارتيكولار، افتح الكبسول وبص عليه، هي مش موصوفه يعني مش موصوفه انك تفتح الكبسول، لكن if you want to open it هي بتبقى قدامك يعني افتحها وبص عليه مفيش اي مشكله. هي مشكلتها ان انت حتى لما بتفتحها ما بتقدرش تحط اي او فيمورال ديستراكتور على الناحيه الميديال عشان الميديال كولاترال ليجامنت مش هيسكت لك. ايه تاني؟ يا دكتور شريف انا ارهقنا حضرتك النهارده حقيقي، احنا وربنا جاوبنا على كل حاجه. في حد بيسال سؤال كان وي دو ام ار اي ان افري كيس تو دايجنوز ليجامنت انجري؟ احنا قلنا المره اللي فاتت قلت لكم انديكيشنز كده صريحه للناس اللي عندها ام ار اي، فاكرين؟ يعني اتفقنا على كام حاجه كده تخليك عندك داوت اند يو سسبكت شويه حاجات في دو ان ام ار اي بري، لكن بقيه الحالات اتس نوت روتين. حتى الان ما فيش اي بيبر بتقول ان الام ار اي روتين اب تو ناو، فدونت دو ات روتينلي. وبره دايما هيقولوا كده لان بره الانشورنس بتدفع الحاجات دي، فبالنسبه لهم ام ار اي بري وبعدين ام ار اي تاني بعد كده، ده مش قصه يعني، مش هيتعمل بسهوله. شكرا محمد دكتور، جدا جدا، ربنا يجازيك خير على شكرا يا صبرك باشا، معانا بصراحه، ويعني حاج بنفسك بتشوف الحاجات اللي انا ممكن اكون ما خدتش بالي منها تجاوبها، فده يعني جهد مشكور وربنا يجعله في ميزان حضرتك، ومتشكرين جدا ربنا يا يخليك فندم، ربنا يخليك ونتابع المحاضره الجايه ان شاء الله ان شاء الاسبوع الله. اللي شكرا فاضل. جدا جدا ليك يا محمد، شكرا، مع مع السلامة.